مدرس طب شرعي والسموم كلية طب سوهاج، والمحاضرة بتاعتي النهاردة عن الموت والتغيرات الرمية Death and Postmortem Changes. حد عنده تعريف للوفاة؟ ممكن نقول إن هي العمليات الحيوية وقفت. تمام، كلام جميل. توقف أجهزة الجسم عن العمل. تمام، كلام رائع. حد يحب يضيف حاجة ممكن تاني؟ تكون وفاة القلب وفاة القلب وعدم مرور الدم يعني في الجسم، أو وقوف على حركة الدم. تمام، كل كلامكم سليم. الوفاة لو بصينا على تعريفها هنلاقي إن هي تعريف الأساسي لكلمة وفاة هي الفقدان غير الرجعي والنهائي للحياة، معناها إن واحد يفقد حياته تماما. طب ده كلام عام، لكن علشان نقول على شخص إن هو متوفى لازم يكون في توقف للعمليات الحيوية في الجسم وتوقف بلا رجعة، لأن في بعض الناس ممكن القلب أو التنفس يتوقف لفترة ويرجع تاني، فهو توقف بلا رجعة لعملية التنفس وتوقف القلب وتوقف الانرفيشن كمان أو الإحساس أو تفاعل الشخص مع الدنيا اللي حواليه يتوقف تماما. زمان كانوا بيعتبروا إن مجرد توقف التنفس والقلب ده يعتبر وفاة، والحقيقة إنه فعلا ده بيعتبر وفاة في كثير من الحالات. أكتر من 90% من الحالات بيكون مجرد توقف التنفس والقلب بلا رجع ده معناها الوفاة، لأن بطبيعة الحال الأكسجين في خلايا الجسم كلها هيقل بتوقف التنفس والقلب، وبعد شوية خلايا الجسم بتموت بالتدريج، بداية من المخ طبعا اللي مش بيستحمل قلة الأكسجين، في خلال دقائق معدودة بيكون توقف تماما ويتبعه بعد كده بقية خلايا الجسم على حسب قدرتها لتحمل نقص الأكسجين. ولكن مع تطور التكنولوجي دلوقتي أصبح في حاجة اسمها أجهزة الإنعاش الصناعي، يعني ممكن إن التنفس والقلب يشتغلوا بأجهزة الإنعاش ويفضلوا كده لفترات طويلة جدا. طيب في الحالة دي ابتدوا إن هم يدوروا على حاجة تانية نشخص بيها الوفاة وهي موت المخ. المخ عندنا لو حبينا نقسمه من حيث وفاة المخ، في عندنا القشرة المخية أو الكورتكس برين كورتكس والجذع المخ أو البرين ستيم. هما الاثنين دول، الجذع المخ مسؤول عن العمليات الحيوية وفي المراكز المهمة جدا عشان الشخص يكون على قيد الحياة زي مركز التنفس. أما القشرة المخية بيكون فيها المراكز العليا زي الإحساس والحركة والتفكير والحاجات اللي هي مسؤولة عن شخصية البني آدم. لو حصل توتال برين ديث يعني القشرة والجذع المخ ماتوا، فخلاص احنا ما عندناش شك ان الشخص ده توفى. المشكلة بتحصل فين؟ لما القشرة المخية فقط تتوقف، هل الشخص ده يعتبر ميت ولا ما يعتبرش ميت؟ يعتبر ميت كلينيكيا. الحقيقة ان هو ما بنقولش عليها ميت كلينيكيا، بيدخل في حالة اسمها السبات النباتي. حد سمع عن السبات النباتي؟ حالة الفيجيتيف ستيت أو السبات النباتي معناها إن الشخص ده بيدخل في غيبوبة لفترة طويلة جدا، الجذع المخ بيبقى شغال بيشغل التنفس والقلب شغال والعمليات الحيوية الأساسية في الجسم شغالة، ولكن فقد الإحساس والتعامل مع البيئة المحيطة بيه. السبات النباتي ممكن يقعد أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين سنة، بيقعد فترات طويلة جدا. في ناس بترجع منه تاني، وده اللي بيخلينا يقول ان هو ما يعتبرش وفاة، لان في ناس فعلا بعد ما قعدت في فترة الفيجيتاتيف ستيت دي رجعت مرة تانية. في ناس منها كانت بتقول انا كنت حاسة ودريانة باللي بيحصل، وناس منها بتقول لا كانت في غيبوبة تامة مش حاسة بايه اللي حصل، وبتفتكر ذكرياتها كانت قبل ما تدخل في الغيبوبة. فعشان كده الكورتيكال ديث ده ما بيعتبرش وفاة للشخص نفسه، ده بس يعني بيحصل تدمير لبعض المراكز في قشرة المخ. لكن اللي بنعتبره وفاة فعلا هو وفاة جذع المخ، لان بوفاة جذع المخ العمليات الحيوية في الجسم بتتوقف تماما، ولو قعد على اجهزة الانعاش بتبقى اللي مشغلاه اجهزة الانعاش، وفي الحالة دي هي دي اللي بيتقال عليها الموت الاكلينيكي، ان المخ فعلا متوقف ولكن اللي مشغل الجسم هنا ايه؟ اللي مشغله اجهزة الانعاش. طيب suspended animation دي بتبقى حالات بيبقى فيها
العلامات الحيوية بتبقى منخفضة جدا جدا، التنفس والقلب ونبضات القلب والضغط بيبقوا قليلين جدا جدا، لدرجة ان ممكن يتهيأ لنا ان الشخص ده متوفى وهو في الحقيقة مش كده. زي حالات ايه؟ الحالات اللي بتبقى طالعة من غرق، زي الحالات اللي فيها انخفاض شديد جدا في درجة الحرارة. بعض الأدوية زي المهدئات بأوفر دوز ممكن برضو تدينا نفس التأثير. بعض الاندوكراين ديس اوردرز او اللخبطه في الهرمونات والغدد احيانا، زي مثلا غيبوبه السكر، كل الحاجات دي بيبقى الشخص فيها بيبقى ممكن هو يبقى شكله شبه المتوفى ولكنه مش متوفى. طبعا احنا في حالات السسبند انيميشن لازم الدكتور يكون بسرعه يحدد الشخص ده متوفى او لا عشان ما يدفنش وهو حي. وفي حالات فعلا حصلت ان في اشخاص اتدفنت وهي في حاله الغيبوبه دي وما ماتتش بقى من المرض اللي عندها، ماتت من الخنقه جوه القبر. يمكن لو كنتوا سمعتوا كان اتقال على ممثلين قبل كده انهم حصل معاهم حاجات زي كده، بغض النظر انها حقيقيه او لا، ولكن مره واحد في بلد نعرفها يعني، الشخص ده برده كان عنده غيبوبه سكر وهم الناس استعجلوا، الطبيب في الوحده الصحيه ساعات كتير ما بيبقاش موجود، او حتى لو قاعد بيمضي على الورق شهاده الوفاه من غير ما يبص، وراحوا دفنوه. المهم الشخص ده فاق وهو جوه القبر، ولكن كان عنده يعني قدره عصبيه ان هو قدر يعني، ومعلومات ان هو عارف المكان اللي بيسدوا بيه، والطوب كان لسه لين فشاله وخرج. طبعا تلاقي الناس بقى اول ما تشوف الشخص ده الا هيتخض ويغمى عليه ويقول ده من اولياء الله الصالحين وده مات وحي تاني، لكن الناس دي ما بتبقاش اصلا ماتت من الاول، دي بتبقى في حاله suspended animation. في ناس تانية ما لحقوهاش وبيلاقوها بعد كده، ان لما يجوا يفتحوا المقابر مره تانية عشان يدفنوا حد تاني يبصوا يلاقوا الشخص ده الرفات بتاعته في وضع جلوس او في وضع مختلف عن الوضع اللي دفنوه بيه. الناس دي معناها ان هي دفنت هي كمان حيه واتحركت بعد كده، حاولت اكيد تستغيث، ولكن طبعا تخيلوا مشاعرهم وقت في الوقت ده قد ايه، ان ناس حيه ومدفونه وقاعده مستنيه مصيرها لغايه ما تموت مره تانية. فدي حالات السسبندد انيميشن، وعشان كده لازم زي ما قلنا الوفاه تتشخص بطبيب. وكمان الدفن في مصر بالقانون ما ينفعش قبل 8 ساعات في الصيف و10 ساعات في الشتاء، علشان التاكد فعلا ان الشخص ده توفى ودخل كمان في التغيرات الرمية، تدي يحصل بوست مورتم تشينج، فنتاكد ان الشخص ده فعلا توفى. كمان الاورجان ترانسبلانتيشن، علشان احنا ناخد عضو من شخص متوفى لشخص تاني، لازم طبعا ده بيتم بسرعه جدا، لان احنا قلنا الفتره اللي الخلايا بتعيشها بعد الوفاه بتبقى يعني ساعات بسيطه، فلازم نحجب. وقاعدين غالبا الاورجان ترانسبلانتيشن تيم بيبقوا قاعدين مستنيين في المستشفى، والشخص الدونر او المعطي بيبقى موجود عندهم على اجهزه الانعاش مستنيين في اي لحظه يعلنوا وفاته عشان خاطر ياخد حقه، ياخدوا الاورجانز بتاعته يودوها لشخص تاني. اللايف سبورتنج ماشينز او اللي هي اجهزه الانعاش، برضو دي مشكله اخلاقيه وممكن تثار حواليها مشكله جنائيه لو ان واحد فصل اجهزه الانعاش عن حد عايش، وبالتالي لازم يتاكد تمام من التاكد ان الشخص اللي هنفصل عنه اجهزه الانعاش ده شخص متوفى، لان طبعا وجود الشخص على اجهزه الانعاش ده بيكلف اسرته، بيكلف الدوله، بياخد مكان ممكن يكون حد تاني محتاجه. فلازم الاطباء باستمرار بيتاكدوا ان الشخص ده لسه عايش ويستحق ان هو يكمل على اجهزه الانعاش، ولا خلاص نفصله من اجهزه الانعاش. فدي ايه برده من الحاجات المهمه اللي فيها بنعمل لها تستات معينه هنقولها كمان شويه. في حالات المواريث برضو احيانا بنحتاج نحدد مين مات الاول ومين قبل مين، زي مثلا كان في قصه زوج وزوجه كانوا توفوا بتسمم بغاز كان تقريبا السيانايد، وكان الزوج توفى قبل الزوجه بساعه تقريبا او ساعتين حاجه كده. فان بنى على هذا الحكم من تحديد الوقت الوفاه وان في فرق في زمن الوفاه بين الزوج والزوجه، ان يعتبر كده الفلوس اللي كانت ملك الزوج دي كلها انتقلت للزوجه بعد بالميراث، وبعد كده الفلوس دي مفروض بعد ما توفت راحت لاهل الزوجه. ففي بدل ما كانت الفلوس دي هتروح لايه؟ لاهل الزوج لو كان هو اللي توفى، لو كانت الزوجه توفت الاول. ففي بعض حالات المواريث بيهمنا ان احنا نعرف زمن الوفاه بالظبط علشان خاطر الحالات زي كده.
في حالات الأوبئة زي طبعا ما شفته في حالات الكورونا، كان مهم جدا تشخيص الوفاة وتشخيصها بدري جدا عشان يلحقوا يتخلصوا من الجثث دي، لأن هي كانت بتبقى مصدر للإنفكشن، فلازم بدري تدفن ويتم تشخيص الوفاة. ازاي بقى يتم تشخيص الوفاة؟ ده يمكن جزء أكتر يهم الأطباء، لأن قلنا لازم يكون طبيب. توقف الدورة الدموية والتنفسية ازاي؟ طبعا الطريقة البسيطة ان هو هيشوف النبض بسماعة التنفس ودقات القلب، ولكن في بعض الحالات زي لو واحد مثلا شخص بدين او لو حد عنده ارتشاحات في الصدر ممكن يبقى الصوت ضعيف جدا ما يسمعوش، فالافضل من ده كله لو جهاز اي سي جي او جهاز رسم قلب انه يعمل له اي سي جي. كمان الشخص المتوفى بيبقى الجلد بتاعه شاحب، بيبقى فيه بالور وبيبقى فيه برايمري فلاسيديتي او اللي هي الارتخاء الاولي، وده نتيجة ان احنا العضلات بتاعتنا طول ما احنا في عايشين بيبقى فيها نوع من الانقباض البسيط او اسمها الماسل تون. لو انتوا بتلعبوا مع بعض وواحد حاول ان هو يسيب دراعه خالص بيحس ان برضه لسه فيه شوية مقاومة موجودين في الدراع، دي اسمها الماسل تون. اما الشخص المتوفى عشان خاطر الاعصاب بتاعته كلها خلاص توقفت عن العمل ما بيكونش فيه الماسل تون ده، لو مسكت زي الافلام كده لو مسكت دراعه وسبتها تبص تلاقيها تنزل مره واحده، دي اسمها البرايمري فلاسيتي او الارتخاء الاولي. الكونتاكت فلاتنينج معناها ان الاماكن اللي هي ملاصقه للسطح اللي نايم عليه الشخص المتوفى بتبقى فلات او مستويه نتيجه لفقد الانسجه للالاستيستي بتاعتها بعد الوفاه. في علامات في العين برضو بنشوفها، يمكن برضو لو في مستشفى ونده الدكتور من الحاجات اللي او الدكتور بيعملها في الاول انه يجيب طرش ويفتح عين العيان ويشوف اللايت ريفلكس او الاستجابه للضوء. المفروض لما يسلط الضوء هنلاقي حدقه العين بتضيق، ولما يخش الطرش حدقه العين هتوسع. طبعا عدم الاستجابه معناها ان الشخص ده متوفى، ولو انها ممكن تحصل في مع بعض الحالات الاخرى ولكن دي علامة من العلامات مع بعضها تقول لنا ان الشخص ده متوفى. loss of glistening العين الطبيعية بتاعتنا بتبقى فيها لمعة بسيطة علشان بيبقى فيه طبقة رقيقة خالص من الدموع باستمرار مغطية العين بترطبها، لكن بعد الوفاة طبعا مفيش انفراز للدموع تاني وبالتالي بتبقى العين جافة. loss of corneal reflex برضو احنا طبيعي لما اي حد اي حاجه بتقرب من عينينا او تلمس القرنيه بتاعه العين على طول العين بتروح عامله حركه دفاعيه انها بتقفل. لا طبعا في الشخص المتوفى مفيش. التنشن بتاع مقله العين المفروض العين بتاعتنا جواها حاجات سوائل خاصه بيها، لو حد داس على عينيها يحس ان هي فيها تنشن ضغط بتاع العين. لما بعد الوفاة على طول ضغط العين ده بينزل للنص وبعد ساعتين بيبقى زيرو بيقل خالص. ophthalmoscopic examination لو حد عمل فحص قاع العين او حتى لو عند دكتور رمد عملت فحص قاع العين بيبقى فيه منظار كده الدكتور بيبص من خلاله وبيشوف قاع العين. في حالات الوفاة بنشوف ايه؟ بنشوف العلامة اللي ظاهرة هنا وهي اسمها تراكينج، او ان الدم اللي موجود في الشرايين زي ما انتوا شايفينه كده يبقى شريط مقطع، تمام؟ دي اسمها تراكينج. دي بتحصل في الاوعية الدموية او في الاوردة بتاعة الجسم كله، ولكن عشان العين سهل ان احنا نشوفها فبتبقى اسهل نشوفها. التشن واو دي عبارة عن هي أكتر منها من إنها علامة وفاة، هي أكتر هي بتكون كمان علامة أو من البوست مورتم تشينج أو من علامات التغيرات الرمية، ودي بتحصل نتيجة لإن بعد الوفاة مع الارتخاء الأولي عضلات الجسم كلها بترتخي من ضمنها الجفون كمان بترتخي، ولكن بتبقى الجفون مش قافله العين تماما، بيفضل في حته من العين كده باينه، وعشان كده يعني من السنه ان احنا نغمض عين المتوفى او اكراما ليه بنغمض عينيه علشان خاطر ما يحصلش التشن واحد.
ايه اللي بيحصل؟ ان الحته اللي باينه من العين دي عشان مش متغطيه وكمان مفيش الدموع اللي بترطبها باستمرار بيحصل لها تحلل، وبتبقى الاول بتبقى لونها اصفر وتبتدي تغمق البني، وبعد كده تبقى لونها اسود. من هي جاي من هنا جايه الكلمه تشينوا. دي لو ان العين اكسبوزد او يعني مفتوحه ما اتقفلتش كويس. كمان قلناش في البرايمري فلاسيتي او في الارتخاء الاولي ان حتى كمان الفك بيبقى هو كمان نازل لتحت او نتيجه لارتخاء عضلات الوجه، فبرضه لو شفته الشخص المتوفى بنرفع له الفك بتاعه بشاشه او حاجه عشان خاطر ما يحصلوش تيبس وهو بقه مفتوح، فيفضل على طول بقه مفتوح كده. في حد بيسأل بعد كام ساعه امتى يتم او ترك الشخص في غرفه مراقبه قبل وضعه في الثلاجه، لان في حالات وضعت في الثلاجه ورجعت للحياه. ما هو لازم يعني احنا المفروض في مصر يعني بيتساب كام ساعة لغاية ما يبان عليه علامات التغيرات الرمية، يعني لما يبتدي يظهر عليه التغيرات الرمية نتأكد ان الشخص ده فعلا توفى. لكن لو وساعتها بندخله التلاجة. في ناس اوريدي بتدخل من غير ما بيظهر عليها اي تغيرات رمية. هو المفروض بيقعد، لا المفروض بيقعد كام ساعه؟ ما هي التغيرات الرمية منتظرين ايه؟ ان هي تعفن؟ لا احنا مش عايزين، احنا مش هنحطها في الثلاجه وهي متعفنه، لان هو ونس يعني بمجرد بدء عمليه التعفن خلاص ما بتقفش، بتكمل بقى وبقيه الجثه تتحلل، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين نحفظها في الثلاجه مش كده؟ فلا ما بتتساب كام ساعه بس ما بتوصلش لدرجه التعفن. هو في السعوديه قالوا اتفضلي يا دكتور. هو في السعودية قالوا إن بتسيبها خارج التلاجة تقريبا 4 ساعات، يعني في ناس قالوا ساعتين لأربع ساعات. تمام كده يا دكتور؟ تمام. إيه تمام يا دكتور. في حاجة تانية أخيرا، هي العين بتصير صفرة عشان الكبد بيكون ميت ولا إيه؟ لا دي ملهاش دعوة خالص بالكبد، ومش كل العين الأمراض الكبدية اللي بتسبب اصفرار في العين دي حاجة تانية خالص، ودي حاجة بتبقى قبل الوفاة. لكن بعد الوفاة الجزء المفتوح من العين لو اتثبت العين مفتوحة ومش كلها، يعني تعالي نرجع ليها تاني كده، شايفة الجزء اللي بني ده بس كده، ده الجزء اللي كان باين من العين. لكن لو شخص عنده مرض كبدي والعين كلها اتصفر تلاقي كل الأبيض ده يبقى أصفر. تمام يا دكتور. تمام، شكرا جدا لحضرتك. نيجي بقى للجزء ده وهو ازاي اشخص الوفاة في واحد موجود على اجهزة الانعاش. طول ما هو على اجهزة الانعاش هيفضل التنفس شغال والدورة الدموية شغالة، فعايزين نشوف المخ بقى هنا، هو الفيصل المخ او بالذات جذع المخ. فبنعمل تستات عشان نشوف بيها جذع المخ سليم ولا لا. لازم يكون الاول ان الشخص ده شخص في غيبوبة تامة، اكيد لو هو بيتحرك يبقى مش ميت. الشخص ده لازم يكون في غيبوبة موجود على أجهزة الإنعاش، وأنا عارفة سبب الغيبوبة بتاعته إن غالبا الشخص ده مش هيرجع للحياة مرة تانية. تمام، فأنا عايزة إيه، أنا يعني أغلب ظني إن هو متوفى، وأنا إيه بس عايزة أتأكد قبل ما أشيل عنه أجهزة الإنعاش أو قبل ما أخد منه organs for transplantation. وكمان لازم أخد بالي إن الشخص ده ما يكونش عنده الحاجات بتاعة اللي بتعمل suspended animation، يعني ما يكونش أنا مديله مثلا أدوية مهدئة أو منومة أو تحت تأثير بعض الأدوية، ما تكونش درجة حرارته أقل من 35، أو يعني معنى تاني إنها تكون أعلى من 35 درجة سلزية، ما يكونش عنده مشكلة في الهرمونات أو في الأيض أو الحاجات اللي هي بتعمل غيبوبة ممكن ترجع مرة تانية. طيب عايزة بقى أعمل التستات دي، مين اللي ياخد القرار بتاعت إن الشخص ده اللي على أجهزة الإنعاش ده متوفى فعلا؟ لازم يكونوا 2 دكاترة وإكسبرتس في المجال بتاعهم، واحد فيهم يبقى استشاري، وما يبقوش هما الاثنين من ضمن فريق العمل بتاع الأورجن ترانسبلانتيشن أو اللي هو فريق نقل الأعضاء، عشان ما يبقى لهمش مصلحة في إن هما يقولوا إن الشخص ده متوفى. وكل واحد من الدكتورين دول هيعمل التستات الجاية اللي هنقول عليها مرتين ولوحده من غير ما يبقى مجنبه الدكتور التاني، وبين كل مرة والتانية فرق 6 ساعات علشان يبقى فعلا متأكدين ان الشخص ده متوفي فعلا توفى. ايه بقى هي التستات دي؟ بعملها بالترتيب، لو انا عملت حاجة من دول وطلعت بوزيتيف يعني معنى كده ان الشخص ده عايش،
لا يبقى خلاص مفيش داعي ان انا اعذبه واعمل الباقي، بتوقف عند المرحلة دي. لو لا ادتني نيجاتيف بروح على التست اللي بعده. اول واحد اللي هو البيبيلاري ريفلكس، اللي هو بتاع بتاع التورش، الاختبار بتاع التورش، ان انا بسلط الضوء على عينيه واشوف حدقه العين هتضيق ولا لا. طبعا لو ما حصلش تغيير يبقى هندخل على اللي بعده اللي هو الكورنيال ريفلكس. بجيب اي حاجه قطنه او اي حاجه امس بيها قرنيه العين، المفروض الطبيعي ان يحصل بلينكينج يعني العين تغمض. لو ما حصلش يبقى ندخل على اللي بعده. Absent oculocephalic reflex، المفروض البني آدم العايش لما باجي أحرك راسه مرة واحدة من اليمين للشمال عينيه بتتحرك من الشمال لليمين في الناحية التانية. لو إن الشخص ده متوفى هلاقي لا إن هيبقى عنده حاجة اسمها dolls eye زي العروسة. لو العروسة أنا حركتها من اليمين للشمال، العروسة عينيها ثابتة بتتحرك مع الراس مع اليمين والشمال. لو لقيت الدولز اي ادخل على اللي بعده اللي هو الفيستيبيولو اوكيولار ريفلكس، ان انا بحقن ميه ساقعه في اذن الشخص ده واشوف المفروض بيحصل رابيد اي موفمنت او حركه سريعه للعين في اتجاه الميه. لو حصلت يبقى الشخص ده لسه عايش، لو ما حصلتش يبقى ادخل على التست اللي بعده. فارينجيال اند تراكيال ريفلكسز، احنا بطبيعتنا لو حد دخل حاجة في بقك، لو حد فيكم دخل راح لدكتور أنف وأذن وحط له خافض اللسان هيبص يلاقي ريفلكس على طول إن هو عايز يرجع، ده اسمه الفارينجيال ريفلكس. ده طبعا لو شخص متوفى مش هلاقيه. تراكيال ريفلكس نفس الكلام، لو حد دخلت أي حاجة في القصبة الهوائية على طول بيحصل كحة شديدة جدا. لكن الشخص المتوفى لو جينا نحط تراكيال تيوب اللي هي الانبوبه الحنجريه نيجي نركبها نلاقي ان مفيش اي ريفلكس، مفيش كحه، مفيش اي استجابه. ندخل على اللي بعده. الشخص ده بنبتدي نشوف بقى اللي على جسمه كله، بنعمل له بينفل ستيمولاي يعني بتعمل له الم في مناطق معينه في الجسم، ونشوف المفروض الشخص العادي على اما هيتالم او لو هو مش واعي على الاقل بيحصل يحرك ايده يحرك رجله ويبان عليه ان في تفاعل. لو ما فيش يبقى ندخل على اخر تيست خالص اللي هو الابنيا تيست، وده يعني ايه اخر يعني ده اخر حاجه بعملها. الابنيا تيست معناها ان انا بشوف هل الشخص ده لو انا فصلت عنه اجهزه الانعاش هيعرف يتنفس لوحده ولا لا. بعمل ايه؟ طبعا ده التجربة دي خطر، لأن لو هو كان عنده مشكلة في التنفس بسيطة أنا كده بزودها له لما بفصل عنه أجهزة الإنعاش. فبعمل إيه؟ بديله الأول أكسجين كويس جدا، وبعد كده أفصل عنه الفنتيليتور أو الأجهزة وأشوف أقيس كمية الكربون دايكسايد في الدم بتاعه وأشوف هل زيادة شديدة جدا، يبقى معنى كده إن مفيش خالص ريسبيريشن، ما بيعرفش يتنفس لوحده نهائيا، وبالتالي يبقى الشخص ده كده التيست ده كمان فيلد او فشل التيست الاخير. لو عملنا السبعة دول ولقيناهم كلهم نيجاتيف، طبعا زي ما قلنا التستات دي كلها هتتكرر اربع مرات، وبين كل مرة والتانية ست ساعات بشخصين مختلفين. ساعتها بقى هنعلن ان الشخص ده خلاص توفى، يا اما نفصل اجهزه الانعاش يا اما هننقل بقى على مرحله الاورجان ترانسبلانتيشن او زراعه الاعضاء. تمام يا دكتور، هو بيقول حضرتك تمام. شكرا جدا لحضرتك. وفي بعض الاسئله على الشات ممكن اقولها لحضرتك؟ اتفضلي. في حال ان الشخص في غيبوبه ومن الممكن فيه فرصه انعاش بس هو موقع على الدي ان ار، في الحاله دي مش المفروض انه يفضلوا يعني على جهاز الانعاش ولا لا؟ هو يعني ما ينفعش ان انا افصل حد عن اجهزه الانعاش الا لما اكون متاكده ان الشخص ده متوفى فعلا. يعني مهما كان لا الشخص نفسه يقدر يديني التصريح ده، ولا على الاقل في دولنا العربيه يعني، ولا اهله ولا اي حد يقدر يديني تصريح ان انا افصله الا لما اعلن وفاه الشخص ده، وان هو يكون فعلا عنده برين توقف في المخ او جذع المخ. غير كده ما اقدرش افصل الجهاز الانعاش. اوكي يا دكتور تمام. طب في سؤال تاني، اذا كان الشخص على جهاز الانعاش وبيعاني من المرض السكري، كيف يمكن معرفه اذا كان متوفى ام لم يدخل في غيبوبه؟ مرض السكري ده
ده يعني مش فاهمه ده هو لو هو مات بسبب المرض السكري وهو على اي حد اي ايا كان سبب الوفاه بغض النظر عن سبب ايه مات بايه انا بعمل له التستات بتاعه البرين لو هو على جهاز الانعاش بعمل له التستات بتاعه البرين ستيم لو هي كلها طالعه سلبيه خلاص يبقى الشخص ده متوفى بغض النظر عن سبب الوفاه ايه يعني سواء سكري او غيره يعني. اوكي يا دكتور تمام. طب في حاجه تانية، لو الشخص ميت وعنده نزيف في المخ فهنا ممكن نعرف ان هو عنده برين ستيم داس ولا لا، او يعني ممكن نتاكد من النتائج دي ازاي او بيتاثر ازاي؟ هو الشخص ده يعني انا بتابع العلامات الحيويه وبتابع الاستجابات بتاعته، لو انا شكيت ان هو دخل في وفاه ان مفيش اي استجابات وعلاماته سيئه كلها بعمل له التستات بتاعه البرين ستيم داس، لو هو متوفى فعلا هلاقيها كلها تطلع نيجاتيف. لو اي واحده منهم طلع فيه لو طلع في استجابه فيهم خلاص بقى مش ميت ولا حاجه. تمام. هو في سؤال يا دكتور، لو الشخص حصل عنده وصول الوعي 1/15 او 3/15 ومفيش تحسن، امتى بيتم اتخاذ القرار لفصل الاجهزه؟ نفس السؤال هو بيتكرر تاني، قرار ما ينفعش يتاخد غير بالتستات اللي قلنا عليها وتتعمل بالشروط اللي قلنا عليها. اوكي يا دكتور، في حد بقى عايز يعرف الفرق ما بين اللي هو الكورتيكال اند البرين ستيم ديث؟ البرين ستيم ده في ال هو الصوت عند حضرتك شويه بعيد يا دكتور فمش مسموع شويه. تمام، احنا قلناها الحته دي ان البرين ستيم بيبقى فيه المراكز الحيويه في الجسم ازاي، واهمها طبعا مركز التنفس اللي هو بيخلينا احنا هل احنا بنتنفس بارادتنا ولا بنتنفس كده بطبيعه بدون اراده لا اراديا، بنتنفس لا اراديا لان هو مركز التنفس شغال لوحده. تمام، فال دي المركز ده موجود في جذع المخ، لكن الكورتكس او قشره المخ دي بيبقى موجود فيها المراكز العليا زي الاحساس زي الحركه زي التفكير. لو المراكز العليا دي ماتت الانسان برضه يفضل عايش لان نفسه طول ما هو فيه نفس طالع وداخل والدوره الدمويه شغاله هيبقى عايش. فده الفرق بين الاثنين، الشخص بس اللي عنده كورتيكال ديس او القشره المخيه حصل فيها مشكله ممكن يدخل في غيبوبه طويله ممكن يقعد فيها سنين ولكن هيفضل برضه اسمه عايش. اوكي يا دكتور تمام يا دكتور. طب هل كل التست خاليه من نبض القلب ومتى يستخدم جهاز الصعق الكهربي؟ لا دي حاجه تانية خالص، احنا جهاز الصعق ده لما واحد يكون جاي من بره او واحد جاي او يعني هو حتى لو هو قلبه توقف بيحاولوا ان هو ينعشوا القلب تاني بجهاز الصعق، رجع مرجعش خلاص دي قصه تانية خالص. اللي على أجهزة الإنعاش أصلاً ممكن يبقى قلبه شغال بس شغال بالأجهزة يعني. أوكي يا دكتور تمام، شكراً جداً لحضرتك، اتفضلي يا دكتور. نقول بقى على البوست مورتم تشينج أو التغيرات الرمية. التغيرات الرمية في حاجات اتكلمنا عنها زي البالور أو اللي هو شحوب لون الجلد، اتكلمنا عن البرايمري فلاسيديتي أو الارتخاء الرمي الأولي، هنتكلم كمان عن الهايبوستيزيس او الزرقه الرميه، الرايجورمورتس او التيبس الرمي، الكولينج او انخفاض درجه حراره الجسم، واخيرا البتريفاكشن او التعفن الرمي. ايه بقى الهايبوستيزيس؟ او دي اسامي تانيه لايبورمورتس، بوست مورتم ليفيديتي، بوست مورتم حد عنده فكره ايه هو الهايبوستيزيس او الزرقه الرميه او الرسوب الدموي الرمي؟ تمام اتفضلوا، لو حد عنده اجابه اتفضل. هو ترسب الدم في الجهه المناسقه للعرض. تمام كلام كويس. ايه بيحصل؟ ايوه دي الزرقه الرميه. تمام، بعد الوفاه طبعا الدوره الدمويه بتقف فالدم بيبتدي يتركز في الاماكن اللي هي في الاماكن الملاصقه للارض زي ما قال الزميل او اللي هي في اتجاه الجاذبيه. اللي بيبتدي الاول يظهر باتشز او تظهر بقع زرقاء
في الجسم. لو افترضنا ان الشخص ده نايم على ظهره، هتبتدي الاول تظهر بقع زرقاء كده، وتبتدي تكبر تكبر ولغايه ما تلزق في بعضها، وتدي خلفيه الجسم كلها اللون بتاع الدم، اللي هو الدم اللي في الاورده بيبقى لونه احمر مزرق، فبيدينا اللون الازرق اللي باهت في خلفيه الجسم كلها ما عدا مواضع الارتكاز او مواضع الاتكاء، اللي هي ايه؟ لو الشخص ده نايم على ظهره هيبقى الحتت اللي ملاصقة للأرض اللي هي مواضع الاتكاء هتبقى إيه؟ هتبقى مؤخرة الرأس، هتبقى بين الكتاف ومنطقة الإليتين والكعبين. الحتت دي بتبقى مضغوطة بفعل الجسم بينها وبين الأرض، فبتبقى الأوعية الدموية اللي فيها مقفولة ما بتجمعش فيها دم. اما بقية الجسم هيبقى فيه الدم، فيدينا المنظر اللي انتوا شايفينه ده، ان الظهر كله وخلفية الجسم كلها فيها اللون الازرق ما عدا مواضع الاتكاء هي اللي بتبقى لونها باهت. طيب الهايبوستيسيس ده لما بيحصل بيبتدي يظهر من نص ساعة لساعتين، وبتدي يبقى لغاية 6 ساعات لما يبقى يظهر في الجسم كله، وبعد كده من 6 ل 12 ساعة بيبقى خلاص ثبت تماما فيكست، بحيث ان الشخص ده لو بعد كده اتغير مكانه او اتغير وضعه، بدل ما كان نايم على ظهره نام على بطنه او على جنبه او في اي اتجاه تاني، ما بتتغيرش خلاص، هي ثبتت على كده في الوضع اللي هي عليه. يعني بتاخد فترة الاول عقبال ما تثبت. لو الشخص ده اتحرك في الفترة اللي قبل ما الهايبوستيزيس ده يثبت، ممكن الدم يروح يتنقل مرة تانية برضو بالجاذبية من المكان الأولاني للمكان الجديد اللي اتحرك عليه. يعني مثلا لو كان نايم على ظهره وبعد كده اتقلب على وشه قبل ما يعدي 6 ل 12 ساعة، ساعتها ممكن الهايبوستيزيس ده يا إما يتنقل كله، يعني ظهره يرجع باهت تاني ويبقى الدم كله موجود في الجزء الأمامي من الجسم، أو إن يتنقل جزء منه والجزء التاني يبقى، بحيث ان نلاقي الهايبوستيزيس موجود في اماكن مختلفه. وبالتالي الهايبوستيزيس بيساعدنا ان احنا نعرف الوضع الجثه بعد الوفاه كان ازاي. دكتور معلش، ممكن يعني اقول الحته دي تاني عشان في ناس عايزه تفهمها. يعني كده في مواضع الاتكاء الدم بيتجمع، صح كده مظبوط؟ لا لا لا، المناطق البيضاء دي لا، الدم بيتجمع في الأجزاء السفلى من الجسم اللي هي قريبة من في اتجاه الأجزاء اللي في اتجاه الجاذبية، ما عدا مواضع الاتكاء دي ما بيبقاش فيها دم. تمام؟ يعني شايفة يا دكتورة الصورة اللي من اللي تحت دي، ظهر الرجل الموجود ده في حتت فاضية خالص بيضة ما فيهاش هايبوستيزيس، مش كده؟ تمام. الحتت البيضة الفاضية دي هي مواضع الاتكاء، اللي هي لو الواحد نايم على ظهره، الحتت البيضة دي هي اللي بتبقى ملاصقة للأرض تماما، فبتبقى الأوعية الدموية فيها مضغوطة جدا مقفولة، فما فيش دم بيتحوش فيها. تمام يا دكتور، واضحة ولا لسه؟ تمام كده، وضحت يا دكتور. يعني الأماكن البيضة بسبب ضغط الجسم بس عليها، فعشان كده ما فيش تجمع دم فيها، إنما الهايبوستيسيس بتحصل في الأماكن اللي فيها تجمع دم أكتر، اللي هي بتبقى ديبندنت ناحيه الجاذبيه. يعني لو نايم على ظهره هتلاقي ظهره بس اللي فيه هايبوستيزيس، وشه مفهوش وجسمه من قدام مفهوش. تمام، وضحت لي يا دكتور، شكرا جدا. ده مثلا شخص شايفين فيه الهايبوستيزيس، حد يقول لي الشخص ده هايبوستيزيس فين، وده معناه وضعيته كانت ايه؟ طيب ممكن تكتبه في الشات وانا ممكن اقول للدكتور باذن الله. هنا كان واقف تقريبا، او كان وضعه افقي زي كانه واقف مثلا، عشان كده التجمع الدموي كله كان موجود على الساقين. برافو عليكي. تمام، زي ما خدته امبارح مع دكتوره خديجه في محاضره الاسفكسيا، الشخص المخنوق المشنوق يعني المتعلق، هيبقى الهايبوستيزيس كله في رجليه، لان هي دي الحتت اللي ناحيه الجاذبيه، هينزل الدم كله في رجله واطراف ايديه كمان. تمام. طيب دي هنا كان تقريبا يعني نايم على بطنه او على صدره،
والمكان اللي هو حاطط فيه ايده ده زي ما حضرتك قلتي ان هو المكان ده كان ضاغط قوي على الجزء الابيض ده، فكان ما كانش فيه يعني كان فيه الاوعيه الدمويه مسدوده زي ما حضرتك قلتي. تمام تمام برافو، هي بالظبط نفس اللي قالته. الشخص ده كان على وشه وشايفين كل النقط البيضه دي هي اللي كانت ملامسه للارض فمضغوطه، وعند دقنه وعند ايده هنا كمان عشان خاطر كانت ضغطة على بطنه، فالحتة دي مرسومة بالظبط ما فيهاش هايبوستيزيس. طيب ده ممكن يكون مثلا شخص عمل حتى حاجة، ده كان شخص وضعه شخص وضعه مقلوب بحيث ان الجزء الاعلى من جسمه كان هو الاسفل في اتجاه الجاذبية، زي مثلا في حالات الغرق، زي مثلا في حالات التروماتيك اسفيكسيا او البوسترال اسفيكسيا، ان واحد يبقى وضعه مقلوب، فتبص تلاقي ان الهايبوستيزيس معظمه جاي في الجزء الاعلى من الجسم. ده ايه؟ حد كتب في الشات او حد هيتكلم؟ يا دكتور هم بيقولوا رئتين. نعم الرئتين الرئتين او رئة ايه اللي فيها؟ ايه المشكلة اللي فيها؟ فيها تجمع دموي ناحية الجاذبية. تمام، هي كمان فيها هايبوستيزيس، لان الهايبوستيزيس زي ما بيحصل في الجلد بيحصل كمان في اعضاء الجسم من جوه كلها، فممكن واحد يتهيأ له مثلا ان ده خد خبطه مثلا في صدره فعملت له كدمه في الرئه، في القلب مثلا يتهيأ له ان ده احتشاء في عضله القلب، في الامعاء، في اي مكان، في حتى اعضاء الجسم كلها الدم فيها بيتركز في اتجاه الجاذبيه، وده شخص كان برضو على ظهره، فلقينا الهايبوستيزيس موجود في السطح الخلفي للرئة. الوقت احنا قلنا الوقت بتاع الهايبوستيزيس بيبتدي يظهر في خلال من نص ساعة لساعتين، وبعدين بيبقى بقع صغيرة تبتدي ان هي تكبر وتلزق في بعضها لغاية ما تغطي الجسم كله. الصورة اللي هي التانية اللي فيها صباع ده بيورينا الهايبوستيزيس لما يبقى لسه مش فيكست هايبوستيزيس، الشخص ده هو عنده الرسوب الدموي موجود على خلفية الجسم كلها، ولكن لما جه داس على الجلد بص لقى فيه حتة مكان صباعه ابيضت، يعني معنى كده ان هو لسه مش فيكسد، وان الشخص ده لو حطناه في وضع اخر هلاقي الهايبوستيزيس يتحرك من مكانه ويروح المكان الجديد، ولكن بعد من 6 ل 12 ساعة خلاص الهايبوستاسيس بيبقى فيكسد، ومهما زي ما هنا الشخص ده كان على بطنه ورجعناه تاني على ظهره، لكن الهايبوستاسيس خلاص بقى في مكانه مش بيتغير مرة تاني. الكالر بتاع الهايبوستاسيس النورمال كالر، اللون بتاع الهايبوستاسيس العادي بتاع أي حد بيبقى لونه بلوش ريد، اللون الأزرق بتاع الأوعية الأوردة، ولكن احيانا اللون ده بيتغير باختلاف سبب الوفاة، يعني مثلا في حالات الاسفكسيا او حالات الاختناق علشان خاطر السي او 2 بيبقى عالي جدا في الاوعية الدموية، فبيبقى لون الدم مزرق خالص، بيبقى لونه داركر او لونه اغمق من اللون المعتاد بتاع الهايبوستاسيس. طيب بنعرفه ازاي؟ بالخبرة، يعني الطبيب الشرعي لما بيشوف حالات كتير بيعرف بياخد باله ان اللون ده لا مش هو ده اللون المعتاد بتاع الرسوب الدموي، بيبقى لونه فاتح او بينك في حالات الكربون مونوكسيد، عشان زي ما قلنا السنه اللي فاتت ان الكربوكسيوموجلوبين لما الكربون مونوكسيد بيمسك في الهيموجلوبين بيدينا الكربوكسيوموجلوبين ده لونه احمر فاتح او بينك. لون الشيري بينك ده برضو مع السيانايد، لان السيانايد بيمنع الخلايا انها تستعمل الاكسجين، وبالتالي بيبقى معظم الدم اللي في الجسم محمل بالاكسجين فبيبقى لونه وردي. بلو بينك في حاله الوفاه نتيجه للبروده، برضو لان البروده بتعمل نفس القصه ان هي بتقلل استهلاك الخلايا
بتقلل العمليات الحيويه في الخلايا كلها وبتقلل استهلاكها للاكسجين، فبيبقى نسبه الاكسجين الموجوده في الدم اكتر من الطبيعي، او يعني بيبقى اكتر من المفروض يبقى في الاورده، ونسبه السي او 2 بتبقى قليله، فبيدينا اللون البامبا. براون شريد دي في بعض الحالات بعض السموم بتعمل حاجه اسمها ميتهيموجلوبينيميا، بتغير في الكيمياء بتاعه الهيموجلوبين وبتدينا لون احمر مدي على بني كده. البرونز موتلينج ده بيحصل مع بعض انواع التسمم بالبكتيريا اسمها كولاستريديام بيرفرينجنس، او ممكن يبقى فيه فينت هايبوستاسيس او مفيش هايبوستاسيس او بسيط خالص، وده في الحالات اللي هي بتبقى فيها وفيات نتيجه لفقد كميه كبيره من الدم، فبالتالي هو لما يحصل رسوب مفيش دم اصلا عشان يحصل له رسوب دموي، فيبقى فينت هايبوستاسيس او داهت جدا او مفيش هايبوستاسيس. نيجي بقى للتغير الثاني في التغيرات الرميه، وهو الكولينج او البروده الجسم بعد الوفاه. المفروض ان احنا عايشين الجسم بيبقى عنده ثيرموستات بحيث ان هو يظبط درجة حرارتنا على 37 درجة سيليزية. لو درجة حرارة الجو حوالينا قلت الجسم بيزود طاقة بحيث ان يحافظ على درجة الحرارة 37، لو درجة الحرارة زادت الجسم بيعمل ميكانيزمات اخرى علشان خاطر يقلل من درجة حرارة الجسم ويحافظ عليها 37 ما نتأثرش بالبيئة اللي حوالينا. ولكن طبعا بعد الوفاة الثيرموستات دي خلاص بتعطل وبيبقى زينا زي اي حاجة تانية بنتأثر بدرجة حرارة الجو المحيط. ولكن في فرق بسيط بيننا وبين اي حاجة تانية، يعني مثلا لو احنا حطينا كرسي حديد او اي حتة حديدة في الصحراء في الشمس في عز الظهر هنلاقيها ان هي بسرعة ابتدت تسخن وخدت حرارة الجو، لو حطيناها في مكان ساقع هنلاقيها بسرعة بردت وخدت درجة حرارة الجو. اما جسم الشخص المتوفى ما بيفقدش الحرارة بسرعة كده، الأول الجلد من بره بيفقد الحرارة وعقبال ما الحرارة دي توصل للأعضاء الداخلية للجسم أو الكور تمبريتشر بتاخد وقت، وعشان كده الكيرف اللي هو اللي فوق ده بتاع درجة الحرارة بتاعتنا بيبقى فيه جزء في الأول اسمه بلاتو، اللي هو الجزء بيبقى انخفاض درجة الحرارة بسيط لحد ما تبقى درجة الفرق بيننا وبين درجة الحرارة على الجلد معقولة، يبتدي بعد كده ينزل بسرعة درجة الحرارة في الرابيد فيز دي، وبعدين لما درجة حرارتنا تقرب من الجو، يعني مثلا لو الجو درجة حرارته 20 واحنا دلوقتي وصلنا 24-22 هتبص تلاقي ان برضو فقد الحرارة بيرجع تاني ببطء. في حاجات بتأثر على معدل برودة الجسم بعد الوفاة، أهمها الambient temperature أو درجة حرارة الجو المحيط. فلو إن في معظم الأحوال بيكون درجة الجو المحيط أقل من 37 درجة وبالتالي الجسم بيحصل له برودة، كلنا عارفين إن جسم الشخص المتوفى بيبقى ساقع بيبرد، ولكن لو الجسم ده موجود مثلا في مكان سخن زي مثلا واحد متوفى مثلا في الصحراء درجة الحرارة في أماكن حر زي عندنا ودرجة الحرارة 50 ممكن نلاقي إن درجة حرارة الجسم بتعلى مش بتقل. الحاجات الباقية أقل شوية أهمية زي مثلا الاير كارنت، لو إن المكان مفتوح وفي تيارات هواء، تيارات الهواء دي بتساعد على برودة الجسم بشكل أسرع من لو ان الجثه موجوده في مكان بعيد عن تيارات الهواء. الميه لو في ميه جاريه زي واحد غرق مثلا او في 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 بحر او ميه او كده هنلاقي ان البروده اسرع، المعدل البروده بيكون اسرع بكتير من الشخص او من المعتاد. درجة حرارة الجسم قبل الوفاة، يعني مثلا واحد كانت درجة حرارته قبل ما يموت 39 ولا 40 ولا 41 اكيد ده عقبال بتبقى البرودة بتاعته مختلفة عن الشخص اللي هو اصلا بادئ من 37، يعني ما جيش بعد ساعة ولاقي ان درجة حرارته كانت 41 ده بقى 36، لا هلاقيه بينزل بالتدريج، يعني هو متوفي كان درجة حرارة 41 يبقى هتنزل تبقى 40 39 وهكذا. الحجم
طبعا كل ما كان حجم الجسم كبير ده معناه ان السيرفس او الجلد بتاعنا من بره مساحته صغيرة بالنسبة للبادي. يعني لو واحد راجل كبير بيبقى الجزء المعرض من جسمه للهواء بالنسبة لجسمه من جوه اقل شوية، او السيرفس اريا بتبقى اقل من شخص طفل صغير كل جسمه عبارة يعني جلد من بره بس. فبيبقى طبعا درجة الحرارة بتنزل بمعدل اسرع في الاطفال الصغيرة عن الناس اللي حجمها كبير. البوستشر او الوضع، لو ان المتوفى واخد وضع ملفوف على بعضه زي الوضع الجنيني، طبعا الجزء المعرض للهواء عشان خاطر تقل درجة حرارته بيبقى قليل، غير لو شخص متمدد على الارض بيبقى كل جسمه معرض للهواء فبيبرد باسرع. كذلك لو كان مثلا واحد على ارض خشبية غير لو واحد مثلا على مثلا التري بتاعت المشرحة اللي هي الحديد دي، طبعا الحديد بيوصل الحرارة اسرع فبالتالي هيبقى سرعة البرودة هتبقى اكتر. الهدوم لو واحد متغطي بالتأكيد درجة معدل انخفاض درجة الحرارة اقل بكتير من الشخص لو هو ناكد او مش متغطي يعني. طيب الطريقة وطريقة الحساب، طبعا في طريقة رف ميثود او اللي هي طريقة سريعة كده بسيطة، ان بنمسك ايد المتوفى كده، او لو حسينا الجلد في الاطراف ان هو ساقع يبقى غالبا ده متوفى في خلال ساعتين. لو حسينا الجلد في المناطق الداخلية من الجسم ابتدى كمان يسقع يبقى من 4 لـ6 ساعات. ولكن الطريقة الأصح إن إحنا نستخدم ترمومتر، وبالذات اللي هو الترمومتر الشرجي أو الريكتال ثرمومتر، بنقيس بيه درجة الحرارة. ولكن برضو ده له مشاكل، لأن في الجرائم الجنسية مش بيفضل إن إحنا ندخل أي حاجة في منطقة الشرج، لأن بيبقى فيه مثلا سيمن أو اللي هو مني او اي حاجة من الجاني ممكن تبقى موجودة في المنطقة دي. فالاول بنحب ناخد العينات بتاعتنا قبل ما نعمل اي حاجة، فممكن نستخدم ساعتها ترمومتر تاني زي مثلا اكزيلاري تمبريتشور، ممكن من الودان من المناخير من فتحة، نعمل فتحة في الجسم ونقيس درجة الكور اللي احنا عايزين نوصل للكور تمبريتشور او درجة الحرارة الداخلية للجسم. دي بقى الاكيوريت ميثود. كمان في ناس ابتدت تقول طيب احنا دلوقتي درجة الـ rate of cooling او درجة معدل البرودة بالرف ميثود احنا ممكن نحسبها ازاي، ان درجة الحرارة بتقل في الصيف من 0 لـ1 درجة كل ساعة. يعني مثلا لو الشخص ده توفى كان درجة حرارة 37، بعد ساعة هلاقيها 36، لو لقيتها 35 يبقى ده بعد ساعتين وهكذا. لكن دي طريقة مش دقيقة. الطريقة الدقيقة ايه؟ ان هم او ادق شوية ولكنها برضو ما هيش يعني ما فيش طريقة الحقيقة نقدر نعرف بيها بالضبط الوفاة كانت من امتى من درجة حرارة، ولكنها اكثر دقة اللي هي الرسمة اللي موجودة على اليمين ده او النورموجرام ده. ده بيحدد زمن الوفاة من خلال كذا فاكتور مع بعض او كذا عامل مع بعض. يعني هنا دي درجة الحرارة الريكتال تمبريتشر، درجة حرارة الجسم من خلال فتحة الشرج او من يعني الكور تمبريتشر، وبياخد قصادها كمان درجة حرارة الجو، بيعمل حساب ان درجة حرارة الجو بتأثر على درجة المعدل نزول درجة حرارة الجسم. كمان واخد في الحساب الكيلوغرامز او اللي هو وزن المتوفى، وبناء على المعطيات دي كلها بشوف انهي رسم بياني من دول هو اللي ينطبق عليه الحالة اللي قدامي، وبالتالي اقدر اعرف منها زمن الوفاة كان من قد ايه. دكتور كان عندي سؤال. اتفضلي. هو انا بس عايز اسال، هو الاعضاء لما بيحصل لها تجميد بيحصل لها هايبوستيتس؟ التجميد بيوقف العلامات الحيويه وبيأثر على هايبوستيتس، بيحصل طبعا بس على حسب انت قصدك الثلاجه ولا تجميد. تجميد معنى تجميد
يعني مثلا بيبقى في سيدات عشان مثلا هي تقدمت في العمر او كده، فبتبقى عايزة تزود معدل الانجاب عندها، فبتعمل تجميد بويضات. فازاي مثلا لو هي حصل تجميد للبويضات بيحصل لها هايبوستاتس، وفي نفس الوقت لو رجعت تاني البويضات اتزرعت بترجع تاني لحياتها الطبيعية، في حين ان الهايبوستاتس ده لو عدى مدة معينة ما بيرجعش زي الاول. يعني المفروض ان العمليات الحيوية بتاعت العضو وقفت. لا، هي البويضات دي ما هيش كائن حي اصلا، يعني دي خليه حيه مش كائن. ده هي اصلا البويضه فيها دم ولا اجنه يعني، ولا حتى الاجنه يعني، هو يعني ما بتتقاسش كده يعني. تجميد البويضات وتجميد الاجنه دي حاجه تانية خالص، مختلفه عن الكائن الحي اللي احنا نتكلم عنه حاليا. يعني ما فيش هايبوستاسيس اصلا، دي خلايا يعني. دي قصه تانية. تمام يا دكتور، اتفضلي. طيب تمام، دي طرق جديده يعني، في منها حاجات يعني في ابحاث جديده ان هم بيقدروا يقيسوا درجه الحراره من غير بقى لا ترمومتر ولا حاجه، بالاشعه بيقدروا يعرفوا الحراره المنبعثه من الجسم في خلال ساعه، 5 ساعات، 10 ساعات، 24 ساعه. زي ما انتم شايفين طبعا الحراره المنبعثه بتقل، معناها ان الجسم بيبتدي بيدخل في بروده. يعني كده هندخل على التيبس الرمي او الرايجور مورتس. طيب حد يعرف يعني ايه التيبس الرمي؟ هو ممكن يبقى زي مثلا شد عضلي بس اقوى شوية، بيبقى كأن العضو او الطرف من الاطراف متيبس او متجمد كده شوية. تمام، يعني كلام قريب. حد عنده كلام تاني؟ هو في الشات يا دكتور بيقولوا ان هو الوضعية اللي بيموت عليها الجسم او تصلب الجسم او العضلات بتثبت في وضع معين. تمام، التخشب، انقباض العضلات، بقاء الجسم على نفس الوضع الذي مات عليه، المتوفى بيثبت على وضعه. يعني التخشب يا دكتور وكده. تمام، الكلام كله سليم. التيبس الرمي او الرايجور مورتس ده عبارة عن تصلب في عضلات الجسم كلها، بيحصل في العضلات الارادية واللا ارادية. يعني بيحصل في الجسم من يعني العضلات اللي احنا شايفينها، وحتى العضلات بتاعة الاعضاء اللي جوه كمان بيحصل فيها تيبس. طبعا لو لما احنا قلنا ان بعد الوفاة على طول بيحصل حاجة اسمها ارتخاء اولي، وبعد كده الخلايا دي بالتدريج بتدخل في بتبتدي تتيبس بالتدريج لحد ما الشخص كله يبقى كأنه خشبة واحدة بقى، وان بلوك، كأنه على بعضه كده حاجة واحدة جدا، ويبقى متخشب ومتصلب جدا وجامد قوي، لدرجة ان لو حد حب يحرك ايده او يحط مثلا فيها سلاح او يحاول يمسكه حاجة عشان تبان انتحار او كده، بيبقى فيها بيحصل حاجة اسمها بروكن رايجور، بيتكسر فعلا بالعضلة، الحتة اللي هو حاول يفتحها دي العضلة فيها بتتكسر لأنها كانت ناشفة، وبيبان إن في حد حاول إن هو يلعب في الجثة دي. بالإضافة إنها بتاخد الوضع اللي كانت عليه، يعني مثلا الصورة اللي على اليمين دي الشخص كان في وضع نائم، فحصل تيبس بنفس الوضع. وزي ما أنتوا شايفين أدي لو هو كان في مرحلة الارتخاء كنت هتلاقي رجلي دي نازلة على طول كده من على التري، لكن علشان هو في مرحلة تيبس فهي مفرودة في اتصال مع باقي الجسم. اللي على الشمال دي صورة ناس كانوا واخدين الوضع، واضح ان هم كانوا واخدين وضع مقلوب بحيث ان ايديهم مدلدلة لتحت كده، فتيبست في هذا الوضع، ولما جم يعدلوهم هم لسه في مرحلة التيبس دي، فادي ايديهم ورجليهم لسه واخدة نفس الوضع اللي هم كانوا عليه، لان هم حصل لهم التيبس في ذلك في الوضع ده. كمان زي ما قلنا التيبس ده ممكن يحصل في العضلات اللا إرادية، زي مثلا في عضلة القلب، فلو طبيب شرعي وبيفتح وبيشرح ممكن يتهيأ له ان عضلة القلب فيها تضخم، او ان هو الشخص ده مات من مرض في عضلة القلب، لكن الحقيقة ما بتبقاش كده. بيبقى كمان في من العضلات الصغيرة خالص بتاعة الشعر الجسم بيحصل فيها تيبس، فتبص تلاقي الشعر وقف الشخص المتوفى. فعشان كده كان في خرافات زمان ان الميت شعره بيطول، لكن هي الحقيقه ان هي بتبقى كده، العضله اللي ماسكه في الشعره بتتيبس فبتوقف الشعر فتبان كانها طولت.
كمان العضلات اللي بتبقى في الجهاز التناسلي للرجل ممكن تحصل لها تيبس هي كمان، وتؤدي لخروج المني أثناء بعد الوفاة. وممكن برضو لو طبيب شرعي جه يتهيأ له ان الشخص ده مثلا توفى في حالة مثلا في وضع جنسي، او انه كان في ممارسة جنسية قبل ما يموت، وممكن جدا يبقى ده انطباع خاطئ، ولكنها دي تغيرات رمية نتيجة للتيبس الرمي. واحدة برضو كانت يعني شايفين الوضع اللي هي كانت اللي لقوها فيه غريبة، ان واحدة متوفاة وتبقى بالوضع ده، يبقى معنى كده ان هي لما حصل لها تيبس كانت في وضع في حتة بقى شكلها كانت حتة مقفولة عليها ملفوفة على بعضها مكان ضيق او حاجة، فخدت الوضع ده وتيبست فوقفت على الوضع ده، ويفضل الشخص في هذا الوضع لغاية ما يدخل فيه الارتخاء الثانوي. اللي بيحصل ايه؟ باختصار ان احنا اثناء الحياة العضلات بتاعتنا بتتكون من الياف فيها بروتينات، اهمهم اسمهم الاكتين والميوسين. الصورة اللي على جنب اللي بتتحرك على اليمين دي، ده عبارة عن الاكتين والميوسين بيتزحلقوا على بعض علشان يحصل انقباض للعضلة، وبعد كده بيفكوا من بعض فيحصل انبساط للعضلة. الموضوع ده عشان يحصل بيحتاج طاقة، والطاقة دي بتطلع من مركب الطاقة الأساسي اللي موجود في جسمنا واسمه الـ ATP. أثناء الحياة الطاقة اللي بتستهلك بيبقى الجسم بيكون غيرها باستمرار، ولكن بعد الوفاة خلاص ما بيبقاش فيه إنتاج، فالجسم بيبتدي يستهلك الـ ATP الموجود اللي عنده لحد ما يقل لحوالي 85%، يبتدي بقى اللي يحصل يبتدي عملية التيبس. يحصل ان الاكتين والمايوسين يروحوا لازقين في بعض وما يفكوش مره تانية. طيب بتبتدي بقى عمليه التيبس دي بالتدريج بالتدريج بالتدريج، وتزيد وتزيد، تبتدي في تبان في العضلات الصغيره في الجسم، زي مثلا العضلات الموجوده في الوجه لانها بتبقى صغيره، فبسرعه بيحصل العمليه دي ويبان التيبس فيها، لغايه ما الجسم كله بعد كده بالتدريج بيبقى كله متيبس. وخلاص عند لما الاي تي بي ده يوصل ليه 15% من المخزون اللي عندنا بيحصل تيبس تام للجسم كله، ويفضل بقى خلاص هما الاكتين والميوسين بيمسكوا في بعض بلا رجعه، ويفضل كده لغايه ما يحصل تحلل للبروتينات دي، فتبتدي يدخل برده بالتدريج في عمليه الارتخاء الثانوي. طيب ايه الحاجات اللي بتأثر على التيبس الرمي بتخليه يمر بسرعة او يمر ببطء؟ اول حاجة درجة الحرارة، واحدة بس ما قلناش التايمنج بتاعها. التيبس الرمي بيبتدي يظهر بعد ساعتين ويكمل بعد من 6 ل 12 ساعة، الاقي الجسم كله دخل في التيبس الرمي، يقعد كده من 6 ل 12 ساعة تانيين، ويبتدي بعد كده يبقى ثابت في مرحلة التيبس، وبعد كده بتبتدي التحلل فيدخل بالتدريج في الارتخاء الثانوي لغاية ما التيبس الرمي بيختفي تماما بعد تقريبا 36 ساعة. طب احنا قلنا انه من كذا العملية دي ممكن تبقى اسرع من كده او تبقى ابطأ من كده بناء على ظروف مختلفة، زي درجة حرارة الجو. لو احنا في بلاد الحر اللي زينا التيبس الرمي بيبقى اسرع من الاماكن البارده، وده لان درجه الحراره القليله بتاثر على كل العمليات الحيويه في الجسم وبتحفظ الجسم، فبتاخر من عمليه التيبس الرمي وقد توقفها تماما زي ما هناخد كمان شويه. الايج اند كونديشن اوف ذا بودي، برده كل مكان السن صغير والعضلات صغيره فالتيبس الرمي بيحصل بسرعة، العضلة كلها كم خلية عضلية بيتيبسوا فبيظهر عليها بسرعة، وبالتالي بتتحلل برضو بسرعة فبيخلص التيبس الرمي ده بسرعة، ممكن حتى ما ناخدش بالنا منه خالص في الأطفال الصغيرة، لكن كل ما كان الجسم ده حجمه كبير وكمية العضلات اللي فيه كبيرة بياخد فترة طويلة عشان خاطر يحصل فيه تيبس وبعد كده التيبس ده يفك. الماسكولار اكتيفيتي، لو الشخص ده كان بيعمل رياضة أو مثلاً قبل ما يموت كان طالع يجري مثلاً، حد بيجري وراه أو بيعمل نشاط جامد قبل الوفاة، فمعنى كده إن هو خلص معظم الـ ATP بتاعه وهو عايش أصلاً، فبالتالي لما بيجي يحصل تيبس بيحصل التيبس أسرع من الشخص اللي كان مش بيعمل
حركة زيه لو توفى في وقت مماثل. تايمينج احنا قلناه ان هو ولكن في رابيد تشيك ميثود، طريقة سريعة لو واحد في مسرح الجريمة وعايز يعرف بالتقريب الشخص ده توفى من امتى، بيستخدم حاجتين مع بعض اللي هما التيبس الرمي ودرجة الحرارة. لو كان الشخص اللي موجود في المتوفى في مسرح الجريمة جسمه لسه دافي يعني ما بردش ولسه في مرحلة ارتخاء، دافي ومرتخي يبقى لسه ده ارتخاء اولي، يبقى الوفاة في اقل من 3 ساعات. لو كان جسمه دافي لكن ابتدى يدخل في تيبس ريجيد يبقى الوفاة كانت من 3 ل 8 ساعات. لو ابتدى يسقع بس لسه في مرحلة التيبس يبقى الوفاة كانت من 8 ل 36 ساعة. لو بارد وكمان فلاسيد يعني معنى كده انه خلص كمان مرحلة التيبس الرمي ودخل في الارتخاء الثانوي، وده معناها انه اكتر من 36 عدى اكتر من 36 ساعة على الوفاة. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تحصل بدل التيبس الرمي؟ في حاجة اسمها كاديفيريك سبازم، دي حاجة مش بتحصل كتير، او اسمها التوتر الرمي. دي بتحصل امتى؟ لما يكون واحد في توتر عصبي شديد جدا جدا قبل الوفاة، بيحصل في مجموعة من العضلات الإرادية فقط، يعني مثلا في ايده مثلا بس، او في حتة بس في جسمه مش في جسمه كله. اللي بيحصل زي مثلا الصورة اللي على اليمين دي، كانت واحدة منتحرة وفي ايديها هنا مش عارفة باينة ولا ايديها اليمين فيها سكينة. طبعا الشخص المنتحر بيبقى في ستريس شديد جدا ان هو اصلا ياخد قرار الانتحار ده، فمن شدة التوتر اللي هي كانت فيه حصل لها انقباض في عضلات ايديها اللي ماسكه السكينه، وده اسمه هو ده بقى الكادافيريك سبازم او انستانتينيوس رايجور، يعني الرايجور اللي في الحال اللي بيحصل حالا، مش بتمر بقى بمرحله الارتخاء الاولي، لا ده هي ماتت وعلى طول حصل تخشب في عضلات ايديها. زي ما قلنا بيبقى في مجموعه واحده من العضلات وفي العضلات الاراديه، ومش بتدخل بقى في خلاص بتدخل على طول في الكاديفيريك سبازم، ما بتدخلش في تيبس رمي اصلا، بقيت جسمها هيدخل بعد كده في مراحل التيبس الرمي، بس الجزء ده خلاص دخل في كاديفيريك سبازم او توتر رمي. الصوره الثانيه دي واحد كان برده من الحاجات العلامات اللي في الغرق، اللي هو ان الشخص بيبقى بيصارع عشان يعيش، صارع الحياه، فبيبقى بيهبش في اي حاجه، اللي هو المثل اللي يقول لك الغريق يتعلق في قشايه، لان الغريق ممكن تلاقيه طالع بايديه زي ما انتم شايفين كده فيها قش او طحالب او حاجات من الميه اللي كانت حواليه، لان هو بيحاول يمسك في اي حاجه، مع التوتر الشديد بيحصل كاديفيريك سبازم في ايديه، ودي من العلامات الاكيده ان الوفاه حصلت نتيجه للغرق. او مثلا لو واحد بيحاول يقتل حد وهو بيدافع عن نفسه، مع التوتر الشديد برده ممكن يحصل كاديفيريك سبازم، فتلاقي ايديه قافله على حته مثلا من هدوم الجاني او زرار او حاجه من الجاني. يبقى بالتالي الكاديفيريك سبازم مهم، لان انا ممكن الاقي فيه الاداه بتاعه الجريمه لو كان عمليه انتحار، ممكن الاقي في الحالات الاكسيدنتس او الحوادث زي الغرق ان الاقي الشخص ده ماسك في ايديه حاجات من الميه اللي كان هو غرقان فيها، او في حالات الاعتداءات او القتل ان الاقيه ماسك حاجه من الجاني، شعر، هدوم، زرار، اي حاجه من الجاني. وبالتالي طبعا لما يحصل كاديفيريك سبازم هو بيبقى قافل عليها جدا، فانا اقدر اشوفها واطلعها وافحصها. وطبعا ما حدش هيقدر يلبس، يعني مثلا واحده زي الست اللي ماسكه السكينه دي ما حدش هيقدر يحط لها سكينه يقفل عليها، ده هي لولا ان هو ده حصل اثناء الوفاه، لولا ما هي ايه ماسكه السكينه في ايديها. الحاجة الثانية اللي هي cold stiffness أو التيبس البرودي، لو في الأماكن اللي هي برد جدا، تلج بقى مش برد، بتبقى العضلات الجسم كلها بتتيبس، ولكن بتتيبس مؤقتا زي ما تكون حاطط لحمة في الفريزر، بتحفظ درجة حرارة، بتحافظ عليها من إنها يحصل لها post mortem change أو تغيرات رمية، ولكن لو خدت الجثة دي وحطيتها في مكان دافي بترجع تاني تفك، وبعد كده تدخل في مراحل التغيرات الرمية عادي جدا، تدخل في فلاسيد، تدخل في الارتخاء الاولي، وبعدين في التيبس الرمي، وبعدين في الارتخاء الثانوي والتعفن، وكل حاجة هتحصل فيها عادي جدا. فده مش بيبقى بديل للتيبس الرمي ولكن بيأخره شوية. اخر حاجة
اللي هي الهيت ستيفنس او التيبس الحراري، وده بيحصل في حالات الحرايق ان العضلات بقى كانها بتتشوي او بتتسلق. عارفين لما حد يحط لحمه في نار او في ميه او حاجه بيلاقيها كشت، نفس القصه ان بيحصل شورتنينج او العضلات الجسم بتتقلص وتدينا الشكل اللي باين قدامكم ده، بيبقى ال الجوينتس او المفاصل بتاعه الجسم كلها متنيه، واخد بنقول عليه بوكسرز اتيتيود، شكله عامل زي بتاع البوكسر لما يكون في وضع الاستعداد اللي هو تاني المفاصل بتاعته كده، وطبعا بيبقى باين عليه علامات الحريق في جسمه، فده بيبقى مختلف عن التيبس الرمي، وبيبقى بدل التيبس الرمي لان خلاص العضلات اصلا باظت، لا في اكتين ولا مايوسين، البروتينات كلها حصل لها كواجيوليشن او اتدمرت تماما، فما بيدخلش في طور التيبس الرمي، هو بيدخل بيبقى في الهيت ستيفنس او التيبس الحراري ده، ويفضل كده لحد ما يحصل تحلل للعضلات ويحصل الارتخاء الثانوي على طول، ما بيحصلش ارتخاء اولي. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ انا سمعت يا دكتور، هو بعد مده التيبس الحاجه اللي هو كان ماسكها هيسيبها ولا لا؟ بعد ما يدخل في الارتخاء، خلاص بقى يدخل في الارتخاء الثانوي اللي هو بقى خلاص العضلات بتبتدي تتحلل يعني. تمام، شكرا. دكتور بعد اذنك، هو في حته ان ممكن لو في حاله ان حد ماسك سكينه فدي اكيد مش ان ده منتحر، مش عمليه قتل، مش ممكن في الحاله دي ان المفروض الجسم تقريبا بيبقى في اول ساعه بيبقى لسه البلاد سيركيليشن والدنيا لسه فيه تقريبا شغاله، فمش ممكن ان بعد ما يحصل حاله الوفاه ان المجرم يخلي الجثه تمسك حاجه معينه؟ لا مش فاهمه، بعد ساعه من ايه بتبقى السيركيليشن شغاله؟ يعني اقصد ان اول فتره من الوفاه بيبقى لسه ما حصلش حاله تيبس او ما حصلش حته ان احنا قلنا عليها ان المايوسين بيحصل فيها ان تبدا مرحله الخشب في مرحله الارتخاء الاولي. انت عايز تقولي ان واحد مات وفي مرحله الارتخاء الاولي حد حاب يحط حاجه في ايديه؟ يعني اقصد ان في الصوره مثلا اللي هي اللي كانت ماسكه السكينه دي، فاحنا ليه ما قلناش ان لا دي ممكن فعلا يبقى حد هو اللي ماسكها السكينه؟ لان هي ما حصل لهاش ارتخاء اولي اصلا، ما حصل لهاش ارتخاء خالص، دي حاجه بتحصل بدل العمليه، مش بتمشي في المسار الطبيعي للتغيرات الرميه، هي ما حصل لهاش ارتخاء اولي، هي العضله دي بتاعت ايديها من اول ما ماتت اثناء الوفاه خلاص حصل فيها انقباض وما اتفتحتش، ما حصل لهاش ارتخاء اولي اصلا، دي حاله مختلفه وحاله مش بتحصل كتير، اسمها كادافيريك فاز. لكن لو حد عادي، لو مثلا فلنفرض ان حد توفى ودخل في مرحله الارتخاء الاولي، مش هتلاقي الحاجه في ايده، يعني لو هي كانت قتلت نفسها وحصل لها ارتخاء اولي السكينه هتقع من ايديها، يعني مش كل حالات الانتحار، مش كل حالات الانتحار هي ماسكه السكينه في ايديها، دي حالات نادره يعني. تمام يا دكتور، شكرا. انا اعطيك العافيه يا دكتور. في حاله التيبس الحراري اغلب الجثث او كل الجثث بتكون وضعيه الرضيع، ايش السبب؟ الوضعيه اللي هي البوكسرز، او ان هو قصدك يعني عامل فليكشن، او اللي هو ايوه تمام، ده علشان خاطر دلوقتي في الوضع الحالي ده كل عضلات الجسم حصل لها شورتنينج، زي ما تحط قطعه لحمه في ميه سخنه او تحطها على النار مش بتقصر، بتكش حجمها. تمام معايا لغايه النقطه دي؟ مظبوط. تمام، فالعضلات احنا عندنا العضلات في جسمنا في عضلات فليكسورز واكستنسورز، يعني عضلات بالعربي، حد يساعدني في العربي فليكسورز اللي هي ايه؟ خلي نعم الفكره فاهمينها واصلة. احنا العضلات بتاعتنا في عندنا مجموعة عضلات بتخلي المفاصل تلم على بعضها، ومجموعة عضلات بتبسط المفصل، مش كده؟ العضلات القابضة بيبقى حجمها أكبر، ده في جسمنا كله، العضلات القابضة حجمها أكبر من العضلات البسيطة، فلما يحصل العضلات الجسم كلها تقصر الأقوى
هتبقى اللي هي الأضخم اللي هي العضلات القابضة، فتخلي دايما المفاصل في وضع فليكسد يعني. تمام، يعطيك العافية. عشان حجمها، عشان أكبر في الحجم، أكبر في الحجم من العضلات البسيطة. يعطيك العافية. هذا فريك سبام ده خاص بمواضع معينة، باقي الجسم بيمر بجميع المراحل ولا برضك ده بيأثر على كل الجسم؟ لا بيأثر، لا بقية الجسم بيمر بالمراحل العادية. يعني الكادافيريك سبام ده خاص بمواضع معينة في الجسم، مش بكل مراحل، يعني الجسم مش بيمر بالجسم، باقي الجسم بيمر مراحل العادية عادي. بالضبط. شكرا. لا تمام كده؟ تمام يا دكتور. طيب ندخل بقى على المرحلة الأخيرة في التغيرات الرمية، وهي الديكومبوزيشن أو التحلل. التحلل غالباً بيحصل حاجة اسمها تعفن أو بيتريفاكشن، ولكن أحياناً بتحصل حاجات تانية بدل التعفن أو البيتريفاكشن. البيتريفاكشن اللي بيحصل نتيجة لإيه التعفن ده؟ ثلاث حاجات مع بعض. أولاً أوتوليسيس أو تحلل ذاتي، الخلايا بعد ما بتموت بتبقى بتخرج كل الإنزيمات اللي جواها وتبتدي إن هي تاكل في نفسها، الإنزيمات ده هي بتعمل تحلل للأنسجة بتاعتها. كمان البكتيريال أكشن، البكتيريا اللي في جسمنا، إحنا بطبيعتنا وإحنا عايشين عندنا بكتيريا في جسمنا وفي الجهاز الهضمي بتاعنا، أو حتى في بعض الفتحات الطبيعية في جسمنا بيبقى فيها أنواع من البكتيريا، ولكن عايشة معنا في توازن طول ما احنا بصحتنا وعايشين. أول ما الشخص بيتوفى بيبقى خلاص مناعته ما فيش مناعة، بيبقى الحواجز الطبيعية خلاص كلها بتنتهي، والبكتيريا دي بتقدر إن هي تدخل للأوعية الدموية وتنتشر في بقية الجسم وتبتدي إن هي تعمل عمليات تحلل في أنسجة الجسم كلها، بالإضافة للأنيمال بريديتورز أو الحيوانات والحشرات اللي بتتغذى على البني أدمين، أهمهم طبعاً الدبان الأزرق اللي جاب سيرته امبارح الدكتور محمد جمال، وبعض الحشرات الأخرى اللي هي بتحط البيض بتاعها على الجسم وتبتدي بعد كده اليرقات تاكل في الجثة، فده بيساعد برضو على عملية التحلل ده، بالإضافة إن الحيوانات الكبيرة اللي هي أكلة اللحوم لو لقيت جثة مثلا في مكان في صحراء أو في مكان في غابة أو كده مش ما هوش مدفون، ممكن إن هي تتغذى برضو على جزء من الأنسجة بتاعة الجسم، فده كله بيساعد من سرعة عملية التعفن. عملية التعفن زي ما قلنا بيبقى البكتيريا بتشتغل على الدم وأنسجة الجسم وتبتدي تعمل لون أخضر وبتطلع غازات التعفن، زي طبعا أشهرهم غاز الهيدروجين سلفايد والغاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى زي الميثان وزي غازات التعفن، وتبتدي الأول في خلال يعني في الصيف عندنا احنا في بلدنا ممكن في خلال أول يوم او في الايام البارده من يومين لثلاث ايام بتبدا تظهر اول علامه من علامات التعفن في الرايت إليك فوسا او في المكان الاعور، مكان المصران الاعور، لان هو ده بيبقى اكتر مكان فيه بكتيريا، ده اول مكان بيبتدي يظهر فيه علامه التعفن، بلاقي لون اخضر في المنطقه دي ويبتدي بعد كده التعفن ده ينتشر في بقيه الجسم، فبص الاقي ان بالتدريج بقيه الجسم البطن بقى تبتدي تنتفخ وتبتدي هي كمان لونها يخضر، تلاقي الأوعية الدموية ابتدت هي كمان تنتفخ ويبقى فيها لون أخضر نتيجة لتحلل الهيموجلوبين اللي جواها، كمان من كتر ما هي منتفخة بتبقى مرسومة على الجسم زي ما انتوا شايفين كده التشجير الرمي، تلاقي الأوعية الدموية التفرعات بتاعتها مرسومة على الجسم من كتر ما هي منتفخة وباينة. بعد ما بيتنفخ الجسم كله وكمان حتى بعد شوية كمان نلاقي الوش كمان ابتدى هو كمان ينتفخ، العين تبتدي تبرز واللسان كمان يطلع بره الفم من الانتفاخ، الاقي في زبد رغوي بتاع التعفن مش بتاع الغرق بيبتدي يطلع من الفم، وكمان ده بيبقى
ريحته مش حلوة، وكثيرا بيبقى مدمم، يطلع دم من المناخير ومن الفم، يبتدي يطلع فقاعات بليسترز زي كده بتبقى فيها غازات تعفنية ومدممة. ده كله في خلال أول أسبوع بيبقى خلاص المرحلة دي بيبقى صعب التعرف على الضحية من خلال الشكل، لأن طبعا الوش بيبقى مشوه تماما. في خلال يعني من 15 يوم لأسبوعين بيبتدي بقى الانتفاخ ده يزيد جدا، لدرجة ان ممكن البطن او الصدر ينفجر، وتبتدي الاعضاء الداخلية تطلع في شكل مادة يعني شبه سائلة متعفنة ولونها اسود. يبتدي الجلد يقع في شكل كأنه واحد جلده وقع من ايده، كأنه كان لابس جوانتي وقلعه او رجليه. تبتدي كمان الأسنان تبقى ضعيفة جدا وتقع بسهولة، الشعر يقع بسهولة. يبتدي يظهر بقى الماجوتس، الصورة اللي تحت دي اللي انتوا شايفينها دي عبارة عن اليرقات بتاعة الدبان الأزرق والحشرات الأخرى اللي هي بتيجي على ريحة الجثة، بتبيضها على الجثة الفريش. بعد البيض ده بعد كده بيفقس بعد من 10 ايام لاسبوعين، ويبتدي يطلع اليرقات اللي بتبقى عندها شراهة للاكل جامده جدا. الانسجه بتاعه الجسم، البيض ده الذبابه بتحط البيض بتاعها على فتحات الجسم زي الانف والفم والعينين، ولو في جروح باينه، لو الجسم ده مكشوف ممكن حتى الاعضاء التناسليه. وتبتدي بعد كده تتغذى، وعلى اليرقات دي بتتغذى على الجسم، فبتساعد في عملية التعفن والتخلص من الجسم. بعد كده من 3 لـ6 شهور معظم الأنسجة الرخوة في الجسم بتكون خلاص تحللت، بيتبقى بس زي ما انتوا شايفين الصورة اللي فوق دي العظم وماسك فيه الأربطة. وفي خلال سنة حتى الأربطة بتكون انتهت وتبقى العظام فقط، ودي بقى اللي بتقعد سنين، ممكن تبقى توصل لمئات السنين زي ما بنشوف أحيانا، طبعا على حسب عوامل كثيرة مش مجالنا نتكلم عنها دلوقتي. دي بتبقى آخر مرحلة اللي هي skeletonization، أو بتبقى الجهاز الهيكلي فقط أو العظم فقط. طيب إيه الحاجات اللي بتأثر على التعفن، اللي بتسرع أو تقلل من التعفن؟ أول حاجة درجة الحرارة، لأن البكتيريا اللي بتشتغل اللي بتعمل التعفن دي بتفضل درجة الحرارة الدافئة، يعني ما بين 25 لـ40 درجة، أكتر من كده وأقل من كده البكتيريا دي مش بتشتغل، وبيحصل حاجات تانية هنقول عنها كمان شوية. الهواء، البكتيريا دي معظمها بيبقى بيحتاج هواء علشان خاطر تعرف تشتغل. الرطوبة، البكتيريا بتحتاج نسبة من الرطوبة عشان برضو تشتغل، علشان كده الأشخاص المتوفين من نتيجة بيبقى عندهم ارتشاحات أو تورمات من المية في جسمهم، بيبقى سهل إن هم يدخلوا في تعفن. الدم طبعا، لو الجروح الناس اللي هي عندها جروح كتير أو دم كتير، ده بيساعد البكتيريا إنها تشتغل. السن طبعا، السن الصغير خالص بيبقى لسه ما عندهمش البكتيريا كتير في جسمهم، فالتعفن بيبقى بطيء جدا. لكن الناس الكبيرة اللي بيبقى عند الأدلتس، يعني لما بيبقى عندهم بكتيريا كتير في الجي اي تي بتاعتهم، فده بيسرع من عملية التعفن. سبب الوفاة، بعض أسباب الوفاة اللي بينتج عنها فقد كبير جدا في الدم او فقد كبير جدا في الميه، زي مثلا الناس اللي بتموت من الديهايدريشن او نقص السوائل من الجسم، نقص السوائل الشديد او الجفاف الشديد، زي مثلا في بعض انواع السموم زي في حاله الارسنك بيبقى في ترجيع كتير خالص، وممكن يموت اصلا من الجفاف، فطبعا كل ده بيأخر عمليه التعفن. طيب لو ما حصلش تعفن بيحصل ايه؟ بيحصل يا اما حاجه اسمها اديكوسير او التصبغ الرمي، او الماميفيكيشن تحول مميائي، او ماسيريشن اللي هو التعطن الجنيني. الاديكوسير ده معناه ايه؟ معناه تحول في الفات الموجود في الجسم بتاعنا لماده شمعيه بتغطي الجسم. وده بيحصل فين؟ لما تكون المكان اللي فيه الجثه مكان
رطب جدا مليان ميه بشكل زياده، زي مثلا لو ان واحد قعد في الميه فتره طويله ما تمش انتشاله، او في حتى لو في تربه، واحيانا بس تكون التربه دي فيها يعني رطوبه عاليه جدا فيها، واحيانا بيكون لو واحد ميت اصلا بـ 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 وعنده ارتشاحات جامده جدا في جسمه، ممكن يدخل جزء من جسمه يدخل في التصبن الرمي ده. اللي بيحصل ان نوع من البكتيريا اسمها كولستريديوم بيرفرنجنس، دي بتطلع انزيم معين بيحول الدهون اللي بيعمل عملية هدرجة للدهون اللي في الجسم، بيحولها من unsaturated لsaturated fatty acid. وده طبعا بيتم في اماكن بتشتغل في اماكن ما بتكونش فيها تهوية جيدة، يعني من الآخر لما تبقى الظروف مش مناسبة للتعفن وبتبقى الظروف مناسبة لتحول التصبن الرمي، اللي هو ما بيبقاش الهواء، البكتيريا بتشتغل فيه لا هوائيا، وبتبقى درجة الحرارة يعني أقل نسبيا، وبتبقى رطوبة عالية جدا أكتر من المطلوبة في التعفن. بتبقى التصبن الرمي ده بيبقى شكل الجثة بتبقى لونها أبيض، وبيبقى ليها ريحة أمونيكال أودر، ريحة الأمونيا أو النشادر، وبيحافظ على شكل الجثة لفترة كبيرة، بتبقى محتفظة بملامحها. اللي بيحصل أكتر التصبن في الأماكن اللي أصلاً فيها دهون في الجسم، زي مثلاً الوجه، زي الثدي لو في السيدات، زي البطن، زي مثلاً حتى الدهون الموجودة جوه الجسم. واحيانا كتير جدا في الاغلب ان التصبن الرمي بيحصل معاه تعفن، يعني اجزاء من الجسم يحصل فيها تصبن واجزاء تانية تعفن، زي مثلا لو جثه مثلا نصها في الميه وبقيتها مثلا بره الميه مثلا، دي هتلاقي في جزء منها حصل تعفن وجزء منها حصل تصبن، فممكن يحصل الاثنين. اهميه التصبن الرمي ان اولا ممكن اعرف منه المده اللي عدت على الوفاه، لان هو بياخد فتره طويله جدا عشان يتكون، يعني بيبتدي من 3 اسابيع، وقبل ما يتكون بياخد تقريبا من 3 ل 6 شهور. يعني لو لقيت جثه في حاله اديبوسير او تصبن يبقى تماما كلها، يبقى دي عدى عليها من 3 ل 6 شهور. الحاجه الثانيه ان هي بتبقى عامله الواكسي ماتيريال زي الشمع كده، اولا محافظه، احيانا بتبقى محافظه على شكل الوجه، فممكن اتعرف على الشخص ده ان هو فلان الفلاني، بالاضافه ان لو في اي اصابات زي مثلا الصوره اللي فوق دي فيها اصابه طلق ناري محفوظه زي ما هي بشكلها، لان التشمع اللي حصل منع التعفن وتحلل الجسم. الموميفيكيشن او التحول المومياء او التحنيط، ده بيحصل على النقيض الاخر من التعفن، يعني اللي بتبقى اللي درجة الحرارة المناسبة للتعفن لحدوث التعفن الرمي من 25 ل 40 درجة. لما بتبقى درجة الحرارة عالية جدا اكتر من كده، والرطوبة تبقى ما فيش تقريبا، تبقى الدنيا الجو جاف تماما، بتحصل حاجة اسمها التحول المومائي، زي في الصحراء مثلا. الصورة اللي قدامكم على اليمين دي جثة لقيوها في الصحراء حصل فيها التحول المومائي ده نتيجة لشدة الحرارة مع الجفاف الشديد، السوائل اللي موجودة في الجسم كلها تبخرت، فبقت عاملة زي ما تجفف حاجة في الشمس. عارفين لما تجففوا أي حاجة عشان ما تتعفنش، نفس الموضوع بيحصل بالضبط، إن هي كل السوائل اللي من الجسم بتخرج فما بيحصلش تعفن، بيبقى الجلد بيبقى لونه أسود غامق أو بني غامق، بيبقى كاشش كده أو فيه شرينكش، أو يبقى شبه أي حاجة مجففة لما بتتجفف بتبتدي إن هي تكش على بعضها كده، بيبقى لازق جدا في الأنسجة اللي تحته، وأحيانا ممكن ألاقي فيه قطعات من كتر ما الجلد كش جدا، بيبقى فيه يعني جروح في الجلد، بس جروح بعد الوفاة يعني بيبقى شكلها مختلف. الوقت اللي بيحصل فيه طبعا برضو بياخد له من 6 شهور عشان خاطر يحصل تحول مومياءي للجثة دي، وبرضو نفس قصة الأديبوسير أو التصبن، إن هو بيحفظ لنا إلى حد كبير ملامح الوجه، فنقدر نتعرف على الضحية،
بنعرف المكان اللي توفت فيه، معنى كده ان الضحية دي توفت في المكان اللي هو شديد الحرارة وشديد الجفاف. بنعرف برضو لو في اي اصابات موجودة بتفضل محافظة على شكل الاصابة، لان مش بتتحلل الانسجة الرخوة ما بتتحللش، فبالتالي بنقدر نعرف منها معلومات اكتر بكتير من انها لو كانت متحللة. في طبعا artificial، ده طبعا اتكلمنا عنه، ده natural او تحول مبيعي طبيعي بيحصل لوحده، لو جثة تواجدت في الصحراء زي كده بيحصل لوحده. لكن في artificial mummifications زي مثلا طبعا سر التحنيط كله كان مع الفراعنة، اللي احنا يعني لغاية دلوقتي المميات بتاعتهم محتفظة بشكلها حتى الآن، ولكن في تحنيط حاليا بيحصل ولكن بيبقى لفترات محدودة، زي مثلا لو هننقل جثة من مكان عشان تدفن في مكان آخر، أو لو في الجثث اللي بتستخدم للتعليم في الكليات الطبية. الماسيريشن أو التعطن الجنيني دي حالة بتحصل للأطفال اللي بيموتوا داخل رحم أمهم. طبعا داخل الرحم مفيش أي بكتيريا، وبالتالي بيتم التحلل بالأوتوليسيس اللي هو التحلل الذاتي فقط، فبيبقى له شكل معين، الجلد بتاع الطفل بيبقى متسلخ خالص، لونه بني، بيبقى له ريحة رانسد سميل أو ريحة معينة مزنخة شوية، دي ريحة الجنين المتعطن. وبالألترا ساوند الدكتور بيقدر يشخصه أصلا وهو جوه رحم الأم قبل ما يتولد، بيبقى فيه زي ما انتم شايفين كده، دي عظم الجمجمة راكب على بعض وكده، اسمها سبولدينج ساين، معناها ان الطفل ده متوفى وبقاله فترة متوفى في بطن أمه. ولكن التعطن الجنيني لا يحل محل التعفن، يعني الجنين ده بعد ما يتولد هيدخل في مراحل البوست مورتم تشينز والتعفن اللي احنا قلنا عليها. احنا خلاص تقريبا قربنا نخلص. اخر حاجة بس، ازاي نحدد الوقت الوفاة او time past since death. انا عايزكم هيسأل ولا حد هيجاوب؟ ياريت حد يجاوب، يعني كنت هسأل ازاي نحدد زمن الوفاة. في حاجات من اللي احنا قلنا. لا سؤال مالك. سؤال اتفضل. طيب حضرتك كنت ذكرت ان في وقت في درجة حرارة اللي هي من 20 لـ40، هي دي درجة الحرارة العادية ولا اللي هي بتحصل فيها مراحل التعفن ولا ايه؟ يعني من 25 لـ40 دي درجة حرارة الجو المناسبة علشان البكتيريا بتاعت التعفن تشتغل. لو درجة الحرارة دي قلت عن كده، البكتيريا بتاعت التعفن بيبقى صعب عليها انها تشتغل، بتقف عن العمل، وساعتها لو ان الظروف مناسبة للبكتيريا التانية ان هي تعمل اديكوسير بتعمل. او لو درجة الحرارة عالية جدا اعلى من 40، برضو البكتيريا بتاعت التعفن ما بتشتغلش، فبتدي بقى يحصل لو طبعا درجة حرارة العالية جدا كده، كمان بالذات لو مكان جاف ومفتوح زي في الصحراء، بيحصل تحول مومياي بدل تعفن. تمام شكرا. اتفضل مين تاني؟ حد طيب يقول لي من الحاجات اللي احنا خدناها ازاي نعرف المدة اللي عدت من بعد الوفاة او زمن الوفاة؟ ممكن نستعرض درجة الحرارة بتاعت جسم العيان حسب العضلة اللي اتخشبت في جسمه، بالعضلات الوجه وعضلات الإيدين، ممكن نحدد منها برضو عدد الساعات اللي عدت، وثبوت اللون الأزرق بتاع الهايبوستيزيس في الجسم. تمام. الصوت راح ولا؟ بس هو تقريبا ده اللي فاكره. أنا سمعت درجة الحرارة والتيبس والهايبوستيزيس. أرو. أيوة. كان بس عندي سؤال انا بعته من فترة، اللي هو بالنسبة للتيبس الحراري في حالة الاحتراق، او مثلا واحد توفى في مكان محترق او ايا كان مكان فيه اشتعال، فلو دلوقتي هو مات انا اعرف ازاي الفرق ان هو مات على اساس جريمة او مات في حالة عرضية؟ دي قصة تانية خالص، الموت بقى في الحرائق. هو عموما التيبس الحراري بيحصل حتى لو كان هو مات بسبب الحريق او بسبب اي حاجة تانية غير الحريق، هيحصل لان هو نتيجة
للكواجوليشن او في البروتينات اللي في العضلات خلاص هي نفسها بيحصل فيها الموضوع ده، فمالوش دعوه اذا كان هو بسبب الوفاه ايه، ايا ما كان سبب الوفاه هو هيحصل التيبس الحراري. لكن بقى ندور على سبب الوفاه هل هي من الحريق ولا من حاجه تانية، دي بقى قصه اخرى خالص بالتشريح. بالتشريح بقى هندور على اسباب، لو كان متوفى بالحريق بالحريق بيبقى فيه علامات اخرى، او لو متوفى بسبب اخر هنلاقي العلامات بتاع السبب الاخر ده. شكرا. وممكن برضو الوقت اللي عدى من وقت الموت اللي هو السكندري فلاسيديتي عدى 36 ساعه، والايام اللي احنا بنستعملها في البيوتروفاكشن في يوم او يومين او اسبوع، تمام، او 6 شهور يعني، ده كده يبقى خلاص كده اللي هو العظم كده. تمام تمام تمام. دي الحاجات نستعمل ايوه نستعمل الريجور مورتيس يستعملوها الشرطة في تحديد وقت الوفاة في مسرح الجريمة. ممتاز ممتاز. حد يحب يضيف حاجة تاني؟ أنا شايفة حد رفع إيده بس مش عارفة يعني. طيب هو كلام أنا من المايك يا دكتور، فهم مش عارفة غالبا يعني، ممكن يكونوا اللي هيقولوه خلاص اتقال أو حاجة. تمام تمام. اللي بنحدد ازاي وقت الوفاة، في حاجة اسمها concurrent method، ان احنا بنشوف الحاجات المصاحبة للوفاة اللي ممكن تدلنا على زمن الوفاة. زي مثلا لو واحد في خناقة واثناء وكان لابس ساعة، واثناء الخناقة دي الساعة وقفت اتخبطت ووقفت، فانا بعرف اقدر اعرف زمن الوفاة مثلا من الساعة، من الوقت ده مات في الساعة كذا لما كان الخناقة كانت حصلت الساعة كذا. او مثلا عن طريق الاكل مثلا، الشخص ده مثلا كان اخر اكله اكلها كانت ساعة واحدة، وانا بقى انا بشرحه بصيت لقيت الاكل لسه في المعدة، يبقى مات في خلال اقل من ساعتين، المعدة بتفضي كل اللي جواها في خلال ساعتين، يبقى الشخص ده اخر اكله اكلها الساعة واحدة، يبقى هو مات من ما بين واحدة لثلاثة، قبل ساعتين من ايه، من قصدي بقى في خلال ساعتين من اخر وجبه، وهكذا الاحداث المصاحبه اللي ممكن تقول لي على زمن الوفاه. وفي حاجه اسمها الريت ميثود، اللي هي بشوف معدلات التغيرات اللي بتحصل بعد الوفاه، ومنها اقدر اقول الوفاه كانت امتى. زي ما قلت كلكم الريت اوف كولينج، معدل انخفاض درجه حراره الجسم او البروده بعد الوفاه، الهايبوستيزيس او الترسب الدموي بعد الوفاه، الرايجور او التيبس الرمي، البيوتريفاكشن او التعفن. في حاجه اسمها الالكتريك ستيمولاي، لان احنا قلنا الخلايا بتاعه العضلات بتقعد فتره طويله حيه، وبالتالي انا لو حطيت لها ستيمولس او تحفيز كهربي من الخارج ممكن الاقي العضلات دي بتتحرك. الفورنسيك انتمولوجي، من خلال الحشرات اللي هي المصاحبة للجثة، زي منها الدبان الأزرق، ده واحد أشهرهم، ولكن هي حاجات كتيرة جدا، أنواع مختلفة من الذباب والعناكب والحاجة والخنافس والحشرات اللي بتتغذى على الجيفة، فدي ده علم لوحده أصلا، بنقدر نعرف من خلال دورة حياتها نقدر نعرف الوفاة دي تمت من إمتى، وكمان المكان اللي حصل فيه وفاة، لأن مش كل الأماكن فيها نفس الحشرات دهيت، فانا لو لقيت الحشره الفلانيه يبقى معنى كده ان الوفاه تمت في المكان الفلاني، حتى لو تم تغيير المكان بعد كده. التغيرات اللي بتحصل في العين، في حاجات منها اقدر اعرف منها زمن اللي عدى على الوفاه، بالذات لو الزمن ده قصير، زي ما قلنا مثلا ان ضغط العين بيقل للنص بعد الوفاه على طول، وبعد كده بيبقى زيرو بعد ساعتين. الrate of digestion او اللي هو اللي قلناها، ان يبقى الشخص ده مثلا لو اكل اكلة بعد ساعتين المعدة بتفضي كل الاكل اللي فيها، من ساعتين لاربع ساعات على حسب الوجبة دي كانت، هل كانت وجبة خفيفة ولا وجبة دسمة، وبعد كده بتتحرك وتوصل للامعاء الدقيقة ومنها الامعاء الغليظة، وبتاخد يعني من 6 ل 8 ساعات على بال ما توصل للامعاء الغليظة. فبالتالي انا لما بفتح الجثة للتشريح
بشوف الاكل وصل فين والهضم حصل حصل فيه ايه، وانا مثلا عارفه اخر وجبه اكلها امتى، وبالتالي انا اقدر اضيف عليها الوقت ده واقول ان زمن الوفاه كان في الفتره مثلا بعد، لو هو مثلا اخر وجبه كانت الساعه 1 زي ما قلنا، اقدر اقول مثلا توفى الساعه 3، الساعه 10، الساعه 11 وهكذا. رسمة للحاجات اللي بقدر احدد منها الوفاة، اللي ده الخط بتاع او الرسم البياني بتاع درجة انخفاض درجة الحرارة، وبيبتدي معاه قريب الرسوب بيبتدي معاه الرسوب الدموي الليفر مورس، بيبتدي على 6 ساعات خلاص تقريبا بيثبت. بعد كده الرايجور مورتس او التيبس الرمي بيبتدي من 2 ساعة، وبيبتدي يزيد لحد ما الجسم كله يتخشب من 6 ل 12 ساعة، ويقعد تاني لغاية ما يحصل السكندري فلاسيديتي او الارتخاء السنوي بعد 36 ساعة. في هذه الاثناء بقى بيبتدي البيوتريفاكشن او التحلل في خلال اليوم الاول او من اليوم الثاني او الثالث على حسب درجة حرارة الجو، ويبتدي بقى عملية التعفن تستمر لحد ما يتم التحلل للأنسجة كاملة. الدكتور بقى أو الطبيب الشرعي بيشوف التغيرات دي كلها مع بعض، ومنها يحدد زمن الوفاة. خلصنا. أتمنى إن شاء الله نكون فدتكم بمعلومات، وأفكركم إن إحنا صحيح الموت والتغيرات الرمية بنتكلم فيه من وجهة نظر الطب الشرعي، ولكن كلنا في الآخر هنموت أيا كانت سبب الوفاة، فكلنا هنمر بنفس التغيرات دي، كلنا نهايتنا واحدة، ولكن نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يجمعنا بإذن الله في الجنة ومع أحبتنا. ولو أي حد عنده سؤال تحت أمركم، وإن شاء الله البي دي اف الدكتورة هتبعته لكم، وإن شاء الله نكون على تواصل بعد كده بإذن الله. شكرا. تمام. هو في بس بعض الأسئلة ممكن نسأل الدكتور عليها عشان لو كده ممكن الكل يستفيد منها. براحتكم زي ما تحبوا، مفيش مشكلة يعني. تمام يا دكتور. هقول بس يعني بعض الأسئلة سريعا جدا. تمام. هقول السؤال، هو الموت غرقا في مية مالحة بيساعد على الاحتفاظ بالجثة فترة أطول من غير تحلل، وده بسبب الملح ولا إيه بالظبط؟ لا، مش شرط يعني. هو أصلا التحلل بيتأخر عموما في المية عن أو التعفن يعني بيتأخر عموما في المية عن إنه لو بره، لكن الحقيقة ما عنديش معلومة ان المية المالحة تحديدا بتحفظ، لا اعتقد ذلك يعني، ولكن لو دورت عليها ولقيتيها اكون سعيدة، وانا كمان ان شاء الله ادور عليها يعني. تمام يا دكتور. لا اعتقد، ولكن لا اعتقد ذلك يعني، حتى لو اخرته شوية لكن مش هتمنع ابدا، مش هتوقفه يعني. تمام يا دكتور. هو مش قبل التحلل البكتيري بيبقى فيه الاوتولايسس بسبب انزيمات الجسم اللي بتنتشر بعد انفجار الخلية مع بعض، كله فوق مع بعض. تمام. يعني كله بيبقى مع بعض ومش مراحل معينة، هي بتحصل كلها في وقت واحد تقريبا صح؟ هما الاثنين بيساعدوا على ان يحصل عملية التعفن نفسها. كان في سؤال يا دكتور، ايهما بيحافظ اكتر على شكل الجثة، الحرارة المرتفعة ولا البرد الشديد؟ هو يعني الحرارة المرتفعة والبرد الشديد ده من ناحية ايه؟ لو برد شديد ديب فريزر ده هيحافظ على الجثة اصلا، مش هيمنع التعفن، وهيمنع يعني هيحافظ عليها زي ما تحطي لحمة في الديب فريزر. لكن درجة حرارة الشديدة هتعمل تحول مومياي، هتحفظ شوية. لكن انت تسألي على الاديبوسير ولا الكولد ستيفنس، ولا ده على حسب يعني انت بتسألي على ايه. التحول المومياي بيحافظ بنسبة كبيرة، ولكن ما بتبقاش طبعا زي الجثة الفريش يعني، مش زي المتوفي النهاردة. السلام عليكم يا دكتورة. وعليكم السلام. سؤال، قريت معلومة انه بعد الوفاة بتزيد طول الامعاء، عايز اعرف سبب الديفيكيشن او اليورينيشن during the process of death. وسؤال ثاني عن البيوبل كونستريكشن،
لأنه يعني هل دي إنه بتأكد الـ confirmation of death، يعني إذا في dilatation أو constriction، لأنه في مثلاً silent chest و no pulse بس الـ pupil constricted. هنا أقول شنو يعني. تمام. السؤال الأول كان بخصوص الأمعاء. لا، الأمعاء مش بتطول ولا حاجة، ربما بس بيحصل فيها ارتخاء، لكن طولها بيطول؟ لا، ما بتطولش عن كده. بيخرج من بعد الوفاة الـ يعني من فتحة الشرج ممكن يخرج بعض الفضلات أو حتى التبول بعد الوفاة، على طول بيحصل من نتيجة لارتخاء العضلات العصرة اللي موجودة في فتحة الشرج أو اللي موجودة في فتحة التبول. ده اللي بيخرج على طول بعد الوفاة وأثناء الغسل. ولكن أثناء عملية التعفن ممكن يخرج حاجات أكتر من كده مرة تانية، نتيجة للغازات التعفن الكتيرة دي بتطرد أي حاجة جوه الجسم. فلو كان في فضلات أخرى جوه الجسم بتخرج في مرحلة التعفن. فلو أنت بتسألي على اللي هو بعد الوفاة مباشرة، يبقى ده نتيجة لارتخاء العضلات العاصرة اللي موجودة في فتحة الشرج، واللي بتخلينا وإحنا عايشين ماسكين نفسنا، مش ماشيين الواحد ماشي كده يعني يعمل على نفسه، بيبقى فيه عضلات ماسكة الفتحات دي. لكن بعد الوفاة بيحصل ارتخاء أولي في جميع العضلات وحتى العضلات دي، فممكن لو في فضلات بتنزل. تمام؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني كان بخصوص إيه؟ الـ pupil constriction. المفروض الإنسان الطبيعي بعد الوفاة بتبقى الـ pupil mid dilated، يعني لا هي constricted ولا هي dilated، لا هي ضيقة ولا هي واسعة على الآخر. ده المفروض الطبيعي. ولكن لو كان الشخص ده متوفى مثلا من نتيجة، أو بلاش، قبل ما نقول الصحيح، العضلة بتاعة العين خلاص هي كمان حصل لها ارتخاء ووقفت، ما بيحصل لهاش انقباض ولا انبساط، ولكن بتبقى زي أي عضلة في الجسم. احنا قلنا عضلات الجسم بتفضل تستجيب لفترة للعوامل الخارجية. يعني مثلا لو عضلة العين دي بعد الوفاة أنا حطيت لها مادة بتعمل constriction، بتقفل حدقة العين، هتستجيب. هي ليه بتقف بعد الوفاة؟ عشان الأعصاب وقفت، المخ وقف والأعصاب وقفت، فهي وقفت، لكن هي العضلة نفسها بتفضل سليمة أو عايشة لفترة. فهمت الفرق؟ وبالتالي لو إن الشخص ده قبل الوفاة مثلا كان واخد مادة بتعمل pupil constriction زي مثلا المورفين. المورفين معروف ان هو بيضيق حدقة العين. لو هو مات وحدقة العين دي ضيقة، هتفضل ضيقة لغاية ما يروح التأثير على العضلة نفسها. هو تأثير العصب انتهى، ولكن التأثير الكيميائي على العضلة نفسها بيفضل بعد الوفاة فترة لحد ما العضلة تبتدي تحلل. واضحة ولا؟ ايوه تمام، واضح. تمام. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايز اعرف، خريج علوم مجال شغله ايه في الطب الشرعي؟ بيشتغل ايه بالظبط؟ ايه الفرق بينه وبين الطبيب الشرعي؟ بص يا ستي، الطبيب الشرعي اللي هو خريج طب بشري، ده اللي هو بيشرح، ده المسؤول عن التعامل مع البني ادمين، سواء كان جثث او سواء كان مصابين احياء. هو الطبيب الشرعي اللي بيفحصهم وبيفحص الاصابات الموجوده عليهم. لكن بقيه علوم مسرح الجريمه زي الادله الجنائيه كلها، مثلا ادله الحرائق والمقذوفات وعينات الدم ومثلا وعينات الدي ان ايه وكل ده، والبصمات وكل الحاجات اللي هي الادله الجنائيه اللي في مسرح الجريمه دي بيقوم بيها اخصائيين، ممكن يبقوا خريجين علوم، ممكن يبقوا طبعا اللي برضو جزء التوكسيكولوجي اللي هو السموم، ممكن برضو يقوم التحاليل السموم، يعني ممكن يقوم بيه خريجين علوم لو ان هم متدربين وواخدين كورسات، او مثلا تخصصهم مثلا يسمح لهم ان هم يشتغلوا في الحاجات دي. فالفريق العمل في الأدلة الجنائية ده بيبقى تخصصات مختلفة، مش لازم يبقى طبيب شرعي. الطبيب الشرعي اللي هو خريج بشري بس اللي بيتعامل مع البني أدمين يعني. طيب، هو الشغل بتاع خريجين علوم في المجال ده هو فعلا محدود؟ لأن في كذا حد قال إنه محدود. هو الحقيقة شغل الطب الشرعي كله في مصر محدود شوية، لأن هو بيتم عن طريق جهة واحدة بس اللي هي وزارة العدل.
مفيش جهات اخرى مسموح لها ان هي تدخل مسرح الجريمه وتعاين الادله الجنائيه وتتعامل معاها غير من خلال مصلحه الطب الشرعي اللي هي التابعه لوزاره العدل، فهي بيبقى جهه واحده وده بيخليها العدد بيبقى محدود. لكن يعني في حاجات ثانيه خاصه يعني، بس الخاصه دي ملهاش دعوه بالطب الشرعي ذات نفسه. يعني مثلا معامل السموم اللي موجوده في مراكز السموم المختلفه هتلاقي فيها شغالين خريجين الحاجات التانية اللي هي خارج مصلحة الطب الشرعي ممكن تبقى زي مراكز السموم اللي هي بيبقى فيها أجهزة للكشف عن السموم المختلفة، دي برضو بيبقى فيها خريجين علوم. هو جزء الأولاني لو سمحت يا دكتور، طب لو خريج صيدلة ممكن يعمل إيه علشان يشتغل في المجال؟ والله بصي، هو نفس القصة، التقديمات هي زي ما قلت إن مجال الطب الشرعي في مصر بيبقى من خلال مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل، ودي بينزل لها إعلانات عن التخصصات المختلفة. الصيدلة ممكن يدخل في حاجات كتير، يعني مثلا أولها تحاليل السموم، تحاليل الحرائق والحاجات اللي زي كده برضو ممكن يبقى تخصص في العلوم. الدي ان ايه، تحاليل الدي ان ايه ممكن تخصص علوم او طب او صيدلة او يعني برضو مجال مفتوح. والله كان في مرة قابلت دكتور صيدلي وكان متخصص في برضو شغال تبع وزارة العدل، كان متخصص في السايبر كرايمز اللي هي الجرائم الإلكترونية. هو أخد دورات في المجال ده وتخصص فيه، وما شاء الله يعني كان بيدينا محاضرة رائعة يعني عن السايبر كرايمز. فهي عايزة واحد يعني اللي عايز يتخصص في الطب الشرعي لازم يكون حبه ويكون عنده نفس طويل إن هو يلاقي شغل. هو في الحقيقة مش يعني الشغل مش مفتوح قوي زي مجالات أخرى، ولكن مش مقفول برضو، يعني اللي حابب حاجة وفعلا عايز يستمر فيها هيلاقي. طب يا دكتور، الإعلانات بتنزل فين؟ على الصفحات الخاصة بمصلحة الطب الشرعي، هتلاقي على دواري كده على مصلحة الطب الشرعي وهتلاقي الإعلانات دي بتنزل عليه. تمام، شكرا لحضرتك. وفي برضو تبع الأدلة الجنائية، تبع مش بس تبع الطب الشرعي، تقريبا في أدلة جنائية تبع الداخلية تقريبا كده، حد برضو يؤكد المعلومة دي، ففي قسم أدلة جنائية تبع الداخلية. تمام يا دكتور. تمام، شكرا شكرا جدا لحضرتك على المحاضرة القيمة والمعلومات البسيطة جدا، حضرتك بسطت الشرح بشكل مفيد جدا. كلنا بنشكر حضرتك لوقتك ومجهودك معنا. جزاك الله خيرا، كل خير يا دكتور على مجهود حضرتك معنا. شكرا جدا يا دكتور، شكرا. تمام يا شباب، احنا كده خلصنا محاضرة النهاردة، شكرا لوقتكم معنا، وان شاء الله بإذن الله في المحاضرة الجاية وان شاء الله نكمل الديسكشن على الجروب بتاع التليجرام لو حد عايز اي حاجة. تمام، شكرا جدا، السلام عليكم.